مرحب بكم أحبائنا المشاهدين، تحية خاصة لحضراتكم من هذه الشاشة، شاشة الفضائية الآرامية، وحلقة جديدة نلتقي فيها مع حضراتكم من برنامجكم خدعوك فقالوا لك. وموضوع هذه الحلقة هو خدعوك فقالوا أن عيسى هو المسيح. نحن أمام مسميين لنفس الشخصية التي يظن الملايين أنها شخصية واحدة يطلق عليها اسمين. هل هذا واقع؟ هل هذا صحيح؟ أم أنها خدعة استمرت إلى قرون عديدة؟ هذا هو ما سوف نناقشه اليوم مع ضيوف حلقتنا اللي بيشرفونا سواء في الاستوديو أو عبر الإنترنت. بنرحب بداية بجناب الأسيس أمجد، أهلا وسهلا بك يا أخنا. أهلا وسهلا بك. أهلا. وبنرحب بأحبائنا وإخواتنا وشركائنا في الخدمة، الأحباء خدام الرب، الأخ شانت، أهلا وسهلا بك أخي شانت، ربي باركك. أهلا بك أخوتنا، ربي باركك. وأيضا أرحب بالأخ جان، أهلا وسهلا بك أخي جان، ربي باركك. أهلا بك يا أختي العزيزة، ربي باركك. وأهلا بكل مشاهدينا أينما كانوا اللي بيتابعوا على شاشات التلفزيون أو على الفيسبوك. الحلقة هامة خاصة إذا كان لك أصدقاء ممن يعتقدون أن عيسى هو المسيح، تريد أن تشارك هذه الحلقة معهم، اعمل الآن في دقيقة بسيطة شير لهذه الحلقة. نتواصل معكم أينما كنتم، بالرحب بكم جميعا. وأحبائنا وإخواتنا لديهم الكثير من الالتباس والخلط، لدينا الآن هذه الحلقة، وبنرحب باتصالاتكم ومداخلاتكم وتليفوناتكم عندما نفتح الخطوط. حضر الأسيس أمجد، مجددا أنا بشكر رب من أجلك وأهلا بيك. وخلينا نتفرد بهذا الاسم أو نبدأ بشخصية يسوع المسيح. أعطينا في دقيقتين مقدمة بسيطة للحوار بتاعنا اليوم. طيب، هو بداية أولا بنرحب بكل الأحبة اللي معانا في الحلقة، الخدام الرب الأفاضل، برحب بحضرتك وكمان بكل الناس اللي بيشوفونا. وأحب أقول لهم ليه أهمية الحديث عن شخصية المسيح لكل المجد. أولا، لم توجد شخصية في الوجود بمعنى الكلمة كان لها تأثير فعال في حياة البشرية أو الجنس البشري على مر عصور وعقود كشخصية المسيح له كل المجد. الأمر المهم الثاني أن شخصية المسيح هي شخصية مركزية في الوجود، وعندما أتكلم عن الوجود أتكلم أيضا عن التاريخ، فهي شخصية تاريخية مركزية لا يمكن إخفالها على أي نحو بأي شكل. انقسم التاريخ والعالم والكون كله إلى ما قبله وما بعده، فكانت لحظة ولادته هي لحظة فارقة في تاريخ البشرية وفي الكيان البشري بالإجمال. فعندما نصنف التاريخ أو نقسم التاريخ نقسمه إلى تاريخ ما قبل المسيح وتاريخ ما بعد المسيح. ويظل شخص المسيح له كل المجد هو النقطة الفاصلة ما بين ما قبله وما بعده، فلهذا لا يمكن إخفال أهمية وقوة وقامة وقيمة شخصية الرب له كل المجد يسوع المسيح. الأمر الثاني هو الشخصية المحورية في الكتاب المقدس، بل اسمحوا لي أن أقول في الكتاب المقدس بعهدي. وعندما أتكلم عن الكتاب المقدس بعهدي أتكلم عن نبوات العهد القديم التي تكلمت كثيرا عن شخصية المسيح وعن فاعلية هذه الشخصية بداية من سفر التكوين 3 حتى سفر ملاخي. مما لا شك فيه أن العهد القديم كله تكلم عن المسيح كأنه شخصية مهمة، لأنه فاد الإنسان، مخلص الإنسان وابن الإنسان. تكلم عنه العهد الجديد وكان المسيح هو شخصية محورية في العهد الجديد، فالعهد الجديد بدون المسيح لا يساوي شيئا. نحن نتكلم عن المسيح لأنه هو الشخصية التي ذكرت في العهد الجديد والتي تكلم عنها
كتاب العهد الجديد كلهم. قالها رب المجد يسوع بفمه الطاهر في يوحنا، يمكن البعض يطلع معايا الشاهدة يوحنا 5:39، قال فتشوا الكتب لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة أبدية وهي التي تشهد لي. لما وقع حوار معه قال لهم روحوا فتشوا الكتب، أنتم تتكلمون عني، إذن اذهبوا فتشوا الكتب وهي تشهد لي، هذه الكتب تشهد لي. لأنتم تظنون أن لكم فيها حياة أبدية، هي تشهد لي، إذن أنا هذه الحياة الأبدية التي وعدتكم بها الكتب المقدسة. جيروم واحد من أباء الكنيسة الأولين في القرن الرابع والخامس الميلادي قال الجهل بالكتاب المقدس هو الجهل بالمسيح، لأن المسيح هو روح النبوة، هو الكتاب المقدس بإجماله. واسمحوا لي أن أتطرف قليلا فأقول أن حتى الديانات، ولا أريد أن أطفي صيغة الديانة، لكن حتى الأيديولوجيات التي اتخذت شكل ديانات فيما بعد المسيح، نجد لشخصية المسيح فيها واقع جميل، ونجد لشخصية المسيح فيها ملامح جميلة بالرغم مما طالها من تشويه. وربما إخوة الأفاضل أخونا شانت وأخونا جان يقدروا يتطرقوا إلى هذه الجزئية أكثر مني، لأنهم أدرى مني بهذا الموضوع. فإذا بالمجمل العام الديانات الإبراهيمية، وإن كنت لا أحب أن أسميها بهذه التسمية ولأني لا أريد أن أضع المسيحية بجوار ديانات أخرى في نفس المقابل، كلها عمودها الفقري هو شخص المسيح له كل المجد، مما يجعل المسيح شخصية مركزية في الوجود، فلهذا لا نغفل قدره ويجب أن نتحدث عنه باستمرار. شكرا جزيلا. وأنا هاخد هذه العبارة وأنتقل إلى الأخ شانت. أخي شانت، تبعت حديث القس أمجد وهو يستند على الكتاب المقدس الذي يؤمن به ونؤمن به، وخلينا نقول لك أخ شانت، طيب لو عكسنا نحن بصدد اسمين لشخصية واحدة، يعتقد الملايين أن الاسمين يعني ينطبقان على شخصية واحدة، خلينا نسألك، هل ورد اسم عيسى في الكتاب المقدس الذي تؤمن به؟ وهل ذكر اسم يسوع في القرآن الذي يؤمن به إخواتنا المسلمين؟ تفضل. يزيد فضلك. طبعا بالحقيقة لم يرد اسم عيسى في كل الكتاب المقدس، ما بنعرف شيء اسمه عيسى. احنا نعرف المسيح المسيا، أشعي النبي تكلم عنه وقال هل عذراء تحبل وتلد ابنا وتدعون اسمه عمانوئيل، قال يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفه ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس للسلام. هذه وعود الله. دانيال تكلم عن المسيح، ما حد تكلم عن واحد أو شخصية اسمها عيسى، لا في العهد القديم ولا في العهد الجديد، لم يرد هذا الاسم مطلقا لا من قريب ولا من بعيد. عيسى بالقرآن ذكر 25 مرة وفي 11 صورة، لكن لم يذكر اسم يسوع في كل القرآن. المسلم لا يعرف من هو يسوع، لأن يسوع أو يشوع، يشوع الله يخلص، يهوى أشع يخلص، الله يخلص. فلم يذكر في القرآن أبدا اسم يسوع، ولا يعرف أحد عن يسوع، ولا أحد يعرف حتى عن من هو المسيح بالنسبة للمسلمين أو القرآن، لم يذكر شيء ولم يذكر كلمة مسيح. وحتى كلمة المسيح عندهم مشوشة ومشوهة، والمفسرين احتاروا وضربوا أخماس الأرض وأسداسها حتى يشرحوا لنا إياها، لكن هذا غير موجود، غير موجود. لكن الحقيقة اليوم المسلمين لما يجون يكلمونا عن عيسى، هم عندهم فكر عنه قرآني يختلف تماما عن الفكر اللي عندنا احنا كمسيحيين، وهم يعتقدون انه هم بيكلمونا عن المسيح يعني،
وهما قد أساءوا له بكثير من الأمور رح نحجي عليها بعدين. وبالتأكيد الأخ جان له إضافة، لكننا خلينا يعني نوجه لحضرتك أخ جان السؤال بهذه الكيفية، وخلينا هنا ناخد اسم واحد وهو المسيح. هل المسيح في الإسلام هو المسيح الحقيقي؟ تفضل. مع جميع المشاهدين، مع خدام الرب المباركين، القس المبارك أمجد بشاي الموجود في الاستوديو، والأخ المبارك شاند، بالحقيقة المسيح في الإسلام، يعني أقولها بصراحة وبدون مواربة، يعني المسيح في الإسلام هو نسخة معدلة ومزورة عن المسيح الحقيقي، أقولها علنا، هو نسخة معدلة. فهذه الشخصية، شخصية عيسى المسمات المسيح في الإسلام، إذا قارنتيها وإذا قرأتيها جيدا في الإسلام تجدين أن لا ملامح لها، لا ملامح محددة لهذه الشخصية. فالقرآن لا يمكن الاعتماد عليه وحده كوثيقة تاريخية ليوصلنا إلى المسيح التاريخي، الهيستوريكال كرايست. ما في مسيح تاريخي في القرآن. القرآن يخلو تماما من أي تفصيلات تاريخية حول الشخصية المسمات عيسى، مثلا متى ولد، في عهد أي ملك، في عهد أي رئيس كهنة، أو في أي بلد. فأنت لكي تحددي ملامح شخصية تاريخية والإنسان أنه يسير وراءها بالتتابع، عليك أولا أن تعرف بدايته، وهذه البداية لا تجد لها أثرا في كل القرآن. وليس عندنا نحن كما عندنا إحنا المسيحيين في كتاب الله المبارك الإنجيل اللي بيحدد تاريخيا وبالتدقيق كل ما يختص بيسوع المسيح في بداياته، مثلا يحدد السلطنة، يحدد القيصر، يحدد الوالي، كما جاء في الكتاب المقدس في إنجيل لوقا يقول في السنة 15 من سلطنة طيباريوس قيصر إذ كان بيلاطس البنطي واليا على اليهودية، يحدد، وهيرودس رئيس ربع على الجليل، وفيلبس أخوه رئيس ربع على إيطوريا، يعني كلام دقيق جدا، أسماء ملوك، أسماء ولاة، وحتى الكهنة يقول لك وفي أيام رئيس الكهنة حنان وقيافة اثنين كانوا، كانت كلمة الله إلى يوحنا بن زكريا في البرية، تفصيلات دقيقة جدا. هذه كلها لا تجدها عن عيسى في القرآن، فهو ليس شخصية تاريخية، كما أن الإنسان لا يعرف في أي بلد أو قرية تمت ولادته، أين ولد عيسى في القرآن، ما هي اسم البلدة مثلا، ليس كما هي في الإنجيل المقدس عندما يقول ولما ولد يسوع في بيت لحم اليهودية، يحددها لأنه في بيت لحم أخرى، هذه في بيت لحم اليهودية، في أيام مين؟ في أيام هيرودس الملك، إذا مجوس من المشرق جاءوا إلى أورشليم، إلى آخر الكلام، تحديدات، تفصيلات تاريخية دقيقة جدا. أما في القرآن لا تدري أين عاش عيسى هذا مثلا، ولا كيف كانت خدمته، وما هي تعاليمه ومواعظه، من هم تلاميذه، من هم ما هي أسماءهم، لا يوجد. حتى نهاية عيسى المفترضة اختلف عليها التابعين والمفسرين، وإلى اليوم بسبب طبعا غموضها الشديد في القرآن. القرآن فقط يقول شبه لهم، ويقول متوفيك ورافعك إليه، اختلفوا في الشبيه، ماذا حدث ليلة القبض على عيسى، طبعا اختلفوا اختلافا وتضاربوا، واختلفوا حتى في كلمة متوفيك ورافعك إلى اليوم. فهم الذين ما يتبعون إلا الظن عن عيسى، لأن عيسى ببساطة ليس شخصية تاريخية في القرآن. وحتى في مجيء المسيح المسمى المجيء الثاني للمسيح اللي احنا نؤمن فيه كمسيحيين، لكن في القرآن لا يوجد أي أدلة على نزول عيسى ومجيئه الثاني، واختلفوا في هذه أيضا، فمن قائل بها ومن ينكرها تماما، لأنه لا يدعمها أي نص قرآني محكم قاطع. فلو بحثنا في كل كتب المؤرخين لن نجد شخصية اسمها عيسى في التاريخ، ولا يبدو عليها ملامح المسيح الحقيقي التاريخي. الأنكى والأدهى والأمر أختي أن القرآن لم يحدد لنا من أي نسل سيأتي المسيح، فاليهود انتظروا المسيح الآتي من ثمرة ونسل داود النبي من سبط يهوذا، يقول الكتاب عنه ألم يقل الكتاب أنه من نسل داود ومن بيت لحم القرية التي كان داود فيها يأتي المسيح، هذا كلام الإنجيل. لكن لو أتيت للقرآن لن تعثري أبدا على أي كلام حول نسب المسيح، من أي سبط سيخرج المسيح. أمه في القرآن هي مريم بنت عمران وأخت هارون، طبعا هذا الشطط سنتركه، شطط تاريخي سنتركه يعني جانبا حاليا، لأنه يخلط مريم أم المسيح وبين مريم ابنة عمران، عمرام هو، وأخت هارون وموسى.
فلو كانت مريم هي أخت هارون، أي من نسل هارون بن لاوي، أي سبط الكهنوت الذي لن يخرج منه المسيح المنتظر، حينها لا يكون مسيح القرآن هو المسيح الحقيقي الموعود الخارج من سبط يهوذا. فمن أي سبط جاء عيسى بحسب القرآن؟ لا يوجد. فالمسيح في الإسلام، وهذه هي الفكرة التي يعني سأبني عليها معظم حججي القادمة، المسيح في الإسلام هو مسيح إسلامي جدلي. يعني كيف يعني جدلي؟ المسيح في الإسلام مجرد جدل، هو بالحقيقة مجرد مجادلة قرآنية ضد المسيحية، بمعنى أنه توضع على فمه أقوال وعقائد إسلامية لكي يمررها على الناس. صحيح أن عيسى هذا له بعض الصفات والأفعال الإنجيلية الصحيحة، إلا أنه ككل مجرد فكرة ومعتقد إسلامي صاغه القرآن ليمرره على الناس. عيسى مجرد تجميع معتقدات هرطوقية أبيونية على شوية معتقدات أريوسية وصلت الجزيرة العربية وتبناها القرآن، ولا علاقة له بالمسيح التاريخي. يا أخي المسلم صدقني، لو جمعت كل النصوص القرآنية حول المسيح في القرآن وجعلتها كسطور فلن تتجاوز 16 سطر أو 17 سطر. هل هذا هو كل المسيح في القرآن؟ 16 سطر فقط؟ المسيح في القرآن مجرد شخصية مجهولة الملامح، مجهول في التاريخ مهما بحثت عنه. خدعوك فقالوا أن المسيح هو عيسى الأسطوري. أشكرك أختي. شكرا أخ جان، وبالتأكيد سيكون لديك المزيد من الشواهد التي تبرهن على أن عيسى القرآني ليس هو المسيح الحقيقي. أنا بوجه نداء لأحبائنا المسلمين، إخواتنا اللي بيتابعوا هذه الحلقات من هذا البرنامج وبرامج الآرامية، لا يترددوا إطلاقا إن هم يا إما يتصلوا يرفعوا سماعة التليفون يسألوا الأسئلة، لأنه إذا كان لديك أي خلط والتباس ولخبطة على مدى سنين طويلة عشت فيها، من فضلك بنرحب بكل أسئلتك. الأحباء الضيوف معنا القس أمجد والأخ جان والأخ شانت على أتم الاستعداد للتواصل معك والإجابة على سؤالك. حر الأسيس أمجد، ذكر الأخ جان بيقول لك القرآن لم يحدد من أي نسل جاء المسيح، من أي نسل. هناك يعني ما تفهمش إيه اللي حصل، يعني طمس، ما فيش تأكيد، ما فيش براهين، لكن كلمني عن ما جاء في الكتاب المقدس خصوصا أو بالكتب. إحنا عندنا نسل المرأة، عندنا ابن الإنسان، هناك مقولة إن هو ابن مريم، ما هي إجابة حضرتك؟ هو ابن مريم دي الإجابة القرآنية أو النسخة القرآنية. المسيح ما تسماش بابن مريم على الإطلاق في الكتاب المقدس، لكن المسيح سمي أولا نبويا بنسل المرأة، وأطلق هو على ذاته في أيام جسده ابن الإنسان. وهنا يرجعنا شوية لموضوع من هو المسيح كنسل المرأة. وأنا يعني حتة عيسى ابن مريم أنا سايبها للإخوة الأفاضل، طبعا هم أفضل مني وأكثر مني معلومات يقدر يفصلوها عني بكتير. لكن أنا اللي يهمني ليه سماه بنسل المرأة. أولا ده عايز مننا نعمل بس بذاكرتنا رجوع للخلف قليلا، مش قليلا لا كثيرا، إلى سفر التكوين إصحاح 3 في المحاكمة الأولى للبشرية في جنة عدن، واللي بنلاقيها في سفر التكوين 3، والكلام اللي قاله الرب لكل من حواء ولكل من الحية. ده يبين لنا ليه كلم الكتاب عن نسل المرأة. فعدد 13، فقال الرب الإله للمرأة ما هذا الذي فعلت؟ فقالت المرأة الحية أغرتني فأكلت. فقال الرب الإله للحية لأنك فعلت هذا ملعونة أنت من جميع البهائم ومن جميع وحوش البرية، على بطنك تسعين وترابا تأكلين كل أيام حياتك، وأضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها، هو يسحق رأسه وأنت تسحقين عقبه. دي الحقيقة الإلهية اللي اتكلم بيها الرب عن الخلاف وعن العداء ما بين الحية. ولا أتكلم عن الحية كالزاحفة، أنا أتكلم عن الحية بما تمثله إبليس، وبين نسل المرأة الذي هو المسيح له كل المجد.
علشان كده عندنا حقيقة لازم نعرفها، أن الإنسان وقع في الخطية، الإنسان سقط، الإنسان تعدى. بما أن الإنسان سقط وبما أن الإنسان تعدى، يجب أن يحدث خلاص لهذا الإنسان. محكمة العدالة السماوية أحكمت على الإنسان بالموت الزمني والأدبي والروحي، وده كله بنشوفه في شخصية آدم وفي نسل آدم بعد ذلك. لكن بما أن الإنسان أخطأ، يجب أن يدفع الإنسان ثمن خطيته، ثمن فعلته وجريمته في حق الله. ثمن الخطية هو موت، لأن أجرة الخطية هي موت. وما ينفعش أن الإنسان علشان يكفر عن هذه الخطية أن يأتي الإنسان فيرضى الله ببعض الأعمال أو ببعض الصنائع البشرية اللي لازم يعملها، لأنه بكل بساطة ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد. ده اللي قاله الكتاب المقدس عن هذه الوضعية أو عن عمل الإنسان، الخلاص بالنعمة بعمل المسيح. نمرة 2، يجب أن يكون هذا المخلص على قياس قامة الله، يعني يجب أن يكون على قيمة الله. الذي أخطئ في حقه هو الله، الله هو المخطئ في حقه. من يصالح الله، من يوازي الله، هو من يأتي ليدفع الثمن خطية الإنسان لله، لأن الخطية فعلت أو صنعت في حق الله. إليك وحدك أخطأت والشر قدام عينيك صنعت. فبالتالي يجب أن يكون إلهي، لكن يجب أن يكون هذا الإنسان أو هذا الشخص الذي يفدي الإنسان بلا خطية. في كورنثوس الثانية 5:21 يقول: لأنه جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه. في بطرس الأولى 2:22: الذي لم يفعل خطية. وهذه كلها أوصاف عن المسيح وتوصيف للمسيح، فهو لم يعرف خطية، هو لم يفعل خطية، ولا وجد في فمه إيه؟ مكر. لكن في يوحنا 8 وقف المسيح مجاهرا واقفا متحديا أمام الجميع قائلا: من منكم يبكتني على خطية؟ فإذا كان الكلام اللي بيقوله المسيح من منكم يبكتني على خطية، وإذا كان الكلام اللي بيقوله الكتاب إنه لم يعرف خطية، والكلام اللي بيقوله الكتاب إنه لم يفعل خطية، فهذا جعل المسيح له كل المجد. الشخصية التي يجب أن تفدي الإنسان. ربما يجي واحد يقول عادي، طب ما هو ممكن ربنا ما كانش لازم يتجسد ويأتي من نسل المرأة، وربما يجيب لنا نجيب ولد صغير مولود ونحطه في غرفة إلى أن يصير شاب ويقدم هو كان الله لازم ينزل شخصيا؟ أقول لا، الحقيقة اللي لازم تعرفه أن كل إنسان من البطن مسمى عاصي، يعني تسمية الإنسان في بطن أمه عاصي. ده اللي قاله أشعياء 48:8: لم تسمع ولم تعرف، ومنذ زمان لم تنفتح أذنك، فإني علمت أنك تغدر غدرا، ومن البطن سميت عاصيا. من البطن سميت عاصيا. الأمر الثاني أن كل إنسان في الوجود هو وارث للخطية من آدم. تكلم عن الكلام ده في رومية 5 الرسول بولس وعدد 12، يقول: من أجل ذلك كأنما بإنسان واحد دخلت الخطية وبالخطية الموت، وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع. فالكل ورثين الخطية، الكل ورثين الخطية. فمتى أتى من رجل وامرأة، هو حتى ولو لم يخطئ في كل حياته، وهذا مستحيل لأن فكر الحماقة خطية، دي أبسط الأمور، لكن لو فعلا ما غلطش هذا خاطئ بالوراثة، لو ما غلطش فعليا، لكن يصير الطفل خاطئا بالوراثة إلى أن يدرك الخطية، فيصير خاطئا بالممارسة. يبقى خاطئ وراثة وخاطئ ممارسة، فيصير خاطئ. ده حقيقة. فبالتالي ده بيحطني قدام إيه؟ ده بيحطني قدام احتياج للبشرية أن يأتي شخص بلا خطية، ليس وارث للخطية من آدم، وخلي بالك ليس وارث للخطية من آدم، لأن لو حضرتك هنا بتحاول تحطنا بالضبط تحت أي، أو تحط شخصية المسيح تحت أي مسمى، تحت أي نسل، وليه؟
هقول لك لأن بكل بساطة إذا كان المسيح مولود بطريقة طبيعية، وده هنا كلام مش بنوجهه للمسلمين بس، لكن بنوجهه للناس اللي بيشككوا في ميلاد المسيح العذراوي، إنه ولد من عذراء، ويقولوا وماذا يعني إن يولد المسيح من رجل كما أي رجل. أقول لك إن لو صدق كلامك إذن لصار المسيح وارثا للخطية آدم، لاحتاج المسيح شخصيا إلى فادي وإلى مخلص، لأنه ما مش بس جينات، مش بس هي وراثة الخطية، وراثة الخطية من آدم، لأن جميعنا كنا في آدم لحظة خطيئته، فبالتالي كما بإنسان واحد دخلت الخطية وهكذا، وبالخطية الموت، وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس. لما يقول اجتاز الموت إلى جميع الناس ده عايز يحط لي توصيف إن الناس كلهم ورثوا الموت، اللي ماتوا آدم واللي اتحكم على آدم لأنهم كانوا في آدم. يقول إذ أخطأ الجميع، طب أخطأ الجميع في مين؟ ما هو في آدم، لأن آدم كان ممثل لكل الجنس البشري، فبالتالي ما ينفعش بأي شكل من الأشكال يجي لي واحد ويقول لي لا ما يعني عادي الميلاد العذراوي ده ممكن نستثنيه. لا ما نستثنهوش، ده حقيقة إلهية كتابية في صلب خلاصنا لا يمكن التجاوز عنها. بما أن بقى لا إله إلا الله، طيب يجب أن الله يدفع مطالب عدالة الإلهية. طب إزاي الله يدفع مطالب عدالة الإلهية ونحن نؤمن أنه لا إله إلا هو وحده؟ يبقى لازم الله يأتي آخذا صورة إنسان مولود من امرأة تحت الناموس ليفدي الذين هم تحت الناموس لننال نحن التبني. وهذا ما تكلم عنه الكتاب المقدس في إنجيل لوقا 1:31 عن ولادة العذراء مريم، عندما ظهر لها الملاك قال لها وها أنت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع، هذا يكون عظيما وابن العلي، ابن العلي ابن الله يدعى، ويعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه بحسب الجسد. خلي بالكم داود بحسب الجسد، ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد، فيجب أن يكون أبدي، يعني هو مخارجه منذ الأزل ويملك إلى الأبد، ولا يكون لملكه نهاية. من من الملوك ليس لملكه نهاية؟ دائما أحبائنا المسلمين يقولوا لا، نفسهم هم عندما يصفوا الله يقولوا الله الملك، الله ملك نعم، الله يملك نعم، الله ليس لملكه نهاية نعم. بما أن الله ليس لملكه نهاية والمسيح ليس لملكه نهاية، إذن المسيح هو مين؟ هو الله. أقول الحتة دي واسيبك ترجع لضيوفك الكرام. قال مريم فقالت مريم للملاك كيف يكون لي هذا وأنا لست أعرف رجلا؟ فأجاب الملاك الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك، فلذلك أيضا مش القديس، القدوس المولود منك يدعى إيه؟ يدعى ابن الله. وليست هذه، خلي بالك هناك بنوية بالانتساب لكن هناك بنوية بالميلاد. ممكن يجي واحد يقول لي أنا واخدك زي أبويا ينتسب إلي، لكن ابني الذي ولدته هو ابني الحقيقي، ابني الأصلي، ابني الشرعي. وفضل لحضرتك أرجع له. شكرا. بس خليني أخذ سؤال حضرتك اللي سألته، من الذي يتطلب من الذي يمكنه أن يفي بمطالب العدالة الإلهية؟ أتمنى أن حد من إخواتنا المسلمين يفكر في هذا السؤال وليس فقط ويجاوبه لو هو عنده إجابة أخرى بخلاف ما قالها الأسيس أمجد وما سوف يقوله بالتأكيد أحبائنا الأخ شانت والأخ جان. أخ شانت الرب يباركك، ولدينا الآن لحضرتك سؤال. يعني هناك إشكالية كبيرة في القرآن حول كون عيسى مخلوق، ما هي هذه الإشكالية؟ نريد أن نوضحها أمام المشاهد، بينما في نفس الوقت الكتاب المقدس بالتأكيد لديك إضافات كثيرة عما يقوله الكتاب عن اسم يسوع.
قبل ما انتقل لحضرتك وادي لحضرتك الميكروفون، انا بنبه احبائنا المشاهدين ان بعد لحظات هتكون الخطوط مفتوحه، بينما بنواصل مع الاخ جان والاخ شانت والاسيس امجد هذه الحلقه الخطوط هتكون مفتوحه. بنرحب بكل اتصالاتكم. تفضل اخ شانت، ربي يباركك. طيب شكرا لك، يزيد فضلك. انا بشكر القاس امجد بشاي لانه هو انطانا باك جراوند، انا راح الخصها بكلمتين. يعني من البدايه كان في خطه الهيه، الله واضع خطه انه من نسل المراه حيجي مخلص. لذلك حتى حواء قالت عندما جاء اول ولد قالت اسميه قايين لاني اقتنيت رجلا من عند الرب، وكانت مفكره هو هذا اللي راح يسحق راس الحيه، لكن نشوف قايين هو سقط في الخطيه ايضا. الوعد من حواء من نسله يخرج المخلص. نشوف يعقوب عندما بارك اولاده قال لا يزول قضي باشتراع من بين رجلي يهوذا، وخصص يهوذا. والكتاب المقدس اي العهد القديم يخصص ايضا انه يكون من نسل داود، ويذكر اشارات كثيره عن المسيح حتى يذكر المدينه التي سوف يلد فيها. فالمسلم اخت نوال ما عنده هذا التسلسل، ما عنده هذا التسلسل التاريخي وخطة الله. من البداية هي تتطلب أنه من نسل المرأة يخرج المخلص، فبالتالي هم عندهم كونفيوز، عندهم مشكلة في الفهم أنه ليش مريم يعني، وليش ما متزوجة، وليش ليش يعني لازم يجي المسيح من عندها. هم مش عارفين من البداية خطة الله هي هذه، ومش عارفين أنه دائما في كل العهد القديم في التوراة شخص بعد شخص يأكد أنه من نسل يهوذا رح يجي المخلص، من نسل داود رح يجي مخلص، والأنبياء تنبهوا عن مجيء المسيح. هذه المشكلة وهذه الإشكالية لو كان المسلم أو القرآن أو مؤلف القرآن لو كان عرفها ما كان دخل بهذه المعمعة. أنا يردت نشوف سلايد رقم 1، لأن احنا تكلمنا بالنقطة الأولى والثانية عن شخص المسيح، أريد أناقش النقطة الثالثة والأهم. عيسى في القرآن هو مخلوق، وهذا عكس ما يقول الكتاب المقدس. ياريت لو نشوف النقطة رقم 3، أن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. يا ريت السلايد رقم 2، لكن شوف الكتاب شو بيقول. الكتاب في عبرانيين الإصحاح الأول الآية رقم 2، وأبدي أقرأ من الآية 2 وأنا طالع، شو بيقول بيها. يقول إن الله كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه الذي جعله وارثا لكل شيء، الذي به أيضا عمل العالمين، يعني بالمسيح، الذي هو بهاء مجده ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته. بعدما صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا جلس في يمين العظمة في الأعالي صائرا أعظم من الملائكة بمقدار ما ورث اسما أفضل منهم. يا ريت السلايد الورا عشان نكمل. يقول لأنه لمن من الملائكة قال أنت ابني اليوم ولدتك. أردوكم بس دقيقة عند هذا الكلام، أنت ابني، أنا اليوم ولدتك. الله بيتكلم مع المسيح يقول له أنت ابني، أنا اليوم ولدتك. مش واحد ثاني راح يولده، ولا الولادة هذه فيها سوء فهم. المسلمين يفكرون أن المسيح الله خلقه، مش عارفين أنه الآب والابن والروح القدس هم هذا المكون أو هذا الثالوث موجود من البداية منذ الأزل وإلى الأبد. نكمل السلايد رقم 3، يقول أيضا أنا أكون له أبا وهو يكون لي ابنا. وأيضا متى أدخل البكر إلى العالم، يعني متى ما يدخل المسيح إلى العالم، يقول ولتسجد كل الملائكة الله، وعن الملائكة يقول الصانع ملائكته رياحا وخداما لهيب نار، وأما عن الابن كرسيك يا الله إلى الدهر الدهور قضيب استقامة قضيب ملكك. المسيح هذا أعلى من الملائكة. طيب أنا أسأل الأخوة المسلمين، هل يوجد إنسان باللحم ودم يتجرأ يقول عن نفسه أنه هو أعلى من الملائكة، بل جعل الملائكة موطئا لقدميه؟
شو هذه الفرادة اللي يتكلم عنها الإنجيل في العبرانيين؟ من وين أجت؟ المسلمين، لو أرجع على الآية اللي ذكرتها، اللي هي في آل عمران 59، يقول إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. كيف من تراب؟ أنا أريد أخ مسلم يطلع يقول لي كيف انخلق عيسى. يعني إحنا نعرف آدم الله جبله من تراب ونفخ فيه حياة وصار إنسان. إذا المسيح مثله كمثل آدم، هل الله يعني جاب تراب وعمل المسيح؟ المشكلة أخذ نوال بعقلية المسلم، شو يقول لك؟ يقول لك يعني إذا كان المسيح بلا أب، وهو ما يفكر هذا الأب من وين. إذا كان المسيح بلا أب هو من أم فقط، فآدم يطلع يعني أقوى لأنه لا أب ولا أم، الله جبله من تراب. أوكي حلو. وأيضا أول بقرة هي أعظم من بقية الأبقار لأنه ما عندها أم وأب، وأيضا أول حوت هو أعظم الحيتان لأنه ما عنده أم وأب، وهكذا على بقية الخليقة كلها. فإحنا ما بنتكلم على هذا الأمر. وأنا أسأل الأخ المسلم هذا السؤال، إن كان الضرورة المنطقية تطلبت أن الله يجبل من التراب آدم ويكون إنسان، وهذا أول إنسان، وبعد ألقى عليه سبات وأخذ خلق منه حواء، فما الداعي أنه الله مع وجود ملايين البشر يختار امرأة والروح القدس الروح القدس يحل عليها وتحبل بقوة الروح القدس بلا رجس بشري، بلا ما يمسها إنسان؟ هل فكر المسلم يعني شو هذا السيناريو الطويل العريض اللي الله يعني يضعه؟ هل فكر الأخ المسلم هل هذا هو مثل آدم؟ هل آدم كان عنده أم مثلا والروح القدس حل عليها حتى تجيب ولد؟ لا طبعا، ولا المسيح الله جبله من تراب. فبالتالي الآية أساسا من رمتها يعني خطأ في خطأ. إن كان القرآن يتكلم على أنه المسيح كإنسان من جهة الناسوت، فالمسيح هو إنسان لكن بحبل عذراوي، وهذه هنا المعجزة، مثل ما كان إسحاق معجزة عند أبو أمه، لأن الأب والأم كانوا قد شيبوا وأعضاء أجهزتهم التناسلية كانت قد انتهت، بطل رحم سارة يجيب بيوض، وبطل إبراهيم عنده حياة من حتى ممكن يخصب البيضة عند سارة. فهنا الله دخل وعمل معجزة وأجى إسحاق، وهذه عن أب وأم موجودين. لكن الله في شخص المسيح هو عنده وعد سابق أنه من نسل المرأة بلا دنس بشري سوف يأتي المخلص. أشعية في 7:14 قال: ولكن السيد أدوناي السيد الرب يعطيكم نفسه آية. الله رح يجي ينطي نفسه آية. هل عذراء تحبل وتلد ابنا وتدعون اسمه عمانوئيل؟ شعب إسرائيل يمكن ما فهم بالبداية، لما نرجع في أشعية 9:6 قال: يولد لنا ولد، أوكي كثير أولاد بيولدوا، ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفه ويدعى اسمه عجيبا. هذه مش زي بقية الأولاد. مشيرا، إلها قديرا، يعني مايتي جاد، إله كلي القدرة، إلها قديرا، أبا أبديا، رئيس للسلام. هذه صفات ما تنطبق على إنسان، يعني بيتكلم عن شيء، عن إله قدير سوف يلد مثل طفل. هل شعب إسرائيل في هذاك الوقت ما يعرف المسيح أنه هو رح يكون إله قدير مخلص إلهي؟ خليني أتوقف عند هذه الجزئية أخي شانت. كل هذا السيناريو ما موجود. تعرف أخ شانت، حضرتك يعني ابتدت تقترب إلى جزء هام جدا، حساس جدا، لأنه يعني من يومين فقط كان معانا برنامج على الهواء وطلع أخ مسلم بيقول لنا: ما هو دليلكم على أن لا أريد أن أخرج عن سياق هذا الموضوع، خدعوك فقالوا لك أن عيسى هو المسيح. لكن طلع أكتر من مرة يوجه هذا السؤال للضيوف: ما هو دليلكم أن
المسيح هو ابن الله. أتمنى أن يكون هذا الأخ سمعنا الآن ويركز في كل ما نقوله الآن في أمام المشاهدين من حوار. أنا بشكرك أخ شانت، هنرجع مع حضرتك تاني، الرب يباركك، أدلة هامة جدا. أخ جان، الرب يباركك. ذكرت أنه المسيح في الإسلام هو نسخة معدلة ومزورة للمسيح، لما تؤمن به أنت هو مسيح إسلامي. ذكرت أيضا، لأن هذه العبارة الحقيقة شدتني، مسيح إسلامي جدلي. ربما الأخ المسلم يستطيع أن يحاورك الآن، وبنقول أن الخطوط مفتوحة وتقدر تواجه الأخ جون وتقول له كلامك غير صحيح وغير منطقي وغير قابل للتصديق. الخطوط مفتوحة الآن، لكن خلينا نسترسل مع الأخ المبارك الأخ جون ونقول له، هل لديك براهين أو شواهد أخرى بتبرهن على أن عيسى القرآني ليس هو المسيح الحقيقي؟ تفضل. أشكرك أختي، الرب يباركك. نعم، هناك العديد من هذه الشواهد التي تثبت أن يسوع المسيحي الإنجيلي ليس هو عيسى القرآني. أول هذه الشواهد هو، أولاً هو يعني تشويه اسم المسيح الشخصي، الاسم العلم يسوع، تم تزويره وتحويله إلى عيسى، وهذا يعني بحسب القانون، بمصطلحات القانونية يقال عنه تزوير في أوراق رسمية. غير الاسم، جعله اسم آخر، هذا تزوير في أوراق رسمية، من يسوع الذي معناه يهو شاع، يهوى يخلص، أو الرب يخلص، إلى عيسى الذي لا يعرف أحد ولا أي مسلم ما هو معنى عيسى. أقرأ من كتاب الخطط المقريزية لشيخ المؤرخين المصريين المقريزي عن اسم عيسى، يقول هذا المؤرخ الكبير المقريزي، يقول عيسى وأصل اسمه بالعبرانية، يعني بيعترف هذا الشيخ، هذا المؤرخ المسلم، إن أصل اسم يسوع أو عيسى هو أصله بالعبرانية التي هي لغة أمه يعني مريم وآبائها، وإنما هو ياشوع، هيك قال ياشوع. فإذا بيعترف المؤرخين المسلمين إن اسم عيسى الأصلي هو يشوع بالعبرانية، وسمته النصارى يسوع، وسماه الله تعالى وهو أصدق الصادقين عيسى. يعني عم يحاول يذكر القارئ إنه الله، أنت صدق الله لأنه هو أصدق الصادقين، هو سمى عيسى، لكن الأصل اسمه بالعبرانية هو ياشوع كما يعترف. ومعنى يسوع في اللغة السريانية المخلص. أنا قرأت من كتاب الخطط المقريزية للمقريزي الجزء الثاني صفحة 482. أقرأ من مرجع آخر وهو البيضاوي، تفسير البيضاوي، يقول عن اسم عيسى، تفسير البيضاوي أنوار التنزيل وأسرار التأويل، واحد من كبار علماء أهل السنة، يقول في تفسيره لسورة آل عمران والآية 54، ويقول وأصله بالعبرية مشيحة، معناه المبارك، عم يحكي عن اسم المسيح، وعيسى معرب عيشوع، وعيسى معرب عيشوع، هيك عم يقول بالحرف، عيسى معرب عيشوع. فإذا هم يعترفون أن اسم عيسى الأصلي هو عيشوع. هذا عن اسم العلم للمسيح، اسمه العلم يسوع، غيروه إلى عيسى الذي لا يعرف أحد معناه. ثانيا، من طرق تشويه شخصية عيسى القرآني اللي هو أصلا المفروض يكون المسيح التاريخي، اللقب المسيح، لقب المسيح أيضا يجهلون معناه. المسيح تضاربوا عليه كثيرا. أقرأ من زاد المسير، من تفسير زاد المسير لابن الجوزي، كتاب من كتبهم المطبوعة، حتى لا يقولوا أنه إحنا عم نجيبه من النت، الكتب المطبوعة، زاد المسير لابن الجوزي، تفسيره لسورة آل عمران والآية 54، أيضا يقول وفي تسميته بالمسيح ستة أقوال. تسميته بالمسيح، شو معنى اسم المسيح؟ ستة أقوال، أحدها أنه لم يكن لقدمه أخمص، يعني كان فلات فوت، على أساس أنه عيسى كان فلات فوت، فهل كل شخص دخل الجيش كان فلات فوت بيكتبوا في التقرير تبعه مش غير لائق، ولكن بيكتبوا المسيح مثلا؟ لقب المسيح بيتقال لشخص ما عنده، يعني عنده فلات فوت. ويقول
ما يتجافى عن الأرض من باطل القدم، رواه عطاء عن ابن عباس. والثاني، المعنى الثاني، إنه كان لا يمسح بيده إذاعها إلا برأ. هل كل من يمسح أحد برأ يعني صار اسمه المسيح؟ رواه الضحاك عن ابن عباس. والثالث إنه مسح بالبركة. والرابع أن معنى المسيح الصديق، ما بعرف شو من وين جايبين هالمعاني. قاله فلان الفلاني وفلان وفلان. يقول ومعنى هذا أن الله مسحه فطهره من الذنوب. وهنا نسأل لماذا لم يفعل هذا مع محمد ويسميه المسيح يطهره من الذنوب. والخامس أنه كان يمسح الأرض أي يقطعها، يعني كان شو يمسح الأرض يقطعها. بيانه أنه كان كثير السياحة، وبيانه أنه كان بيسيح كثير، يعني تورست، كان عيسى كان تورست بيروح على بلدان وبيزور تورست. والسادس أنه خرج من بطن أمه ممسوحا بالدهن. خرج عيسى من بطن أمه وجاهز مدهون بالدهن، ما بعرف في بطن مريم كان قنين الدهن، ما بنعرف. قاله فلان عن فلان، إلى أن يقول المسيح في كلام العرب على معنيين، واختلفوا وتضاربوا فيما معنى كلمة المسيح. كلمة المسيح لا يعرفون معناها، تضاربوا. وهنا نتحداهم، وأنا مستني اتصالات الأحباء اللي دائما بيقولوا أنتوا قاعدين بس مسيحيين تحكوا وتردوا على بعض. طب يا أحبائنا اللي بتكتبوا على التكس على الفيسبوك، أكيد ما بتعرفوا أسماء شيوخ، ما بتعرفوا تليفونات شيوخ، ما بتعرف أي إيميل لشيخ، راسله الآن وقول في جماعة مسيحيين قاعدين هيك على القناة وبتكلموا عن الإسلام والقرآن، اتصلوا عليهم وناقشوهم. لا يجرؤون للأسف. فأحنا بنخاطب المسلم الجريء فقط، الشجاع فقط، أنه يطلع ويجاوبنا على هذا السؤال التحدي. أعطونا حديث صحيح أو ضعيف قام فيه محمد رسول الإسلام نفسه بتفسير ما معنى اسم عيسى أو المسيح، الاسم العلم واللقب، ما معنى اسم عيسى وما معنى اسم المسيح، بدلا أن يتضاربوا في تفسيره. ألم يقل الكتاب عن محمد وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه؟ ما نزل الكتاب على محمد إلا لكي يبين لهم الذي اختلفوا فيه. طب أنتوا المسلمين مختلفين في اسم المسيح واسم عيسى، أين تبيان رسول الإسلام؟ هو الجاي يبين. فكيف يكون عيسى هو أخو المسيح؟ هيك كان بيسميه، أخي عيسى، أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم. طب يا رسول الإسلام أنت أولى الناس، أين شرحك عن عيسى؟ ماذا قلت عن عيسى؟ ما معنى اسم عيسى؟ ما معنى اسم محمد؟ اسم المسيح عفوا، على الأقل حتى تعرف الناس عنه من هو. أيضا القرآن، وهذه النقطة الأخيرة عن هذا السؤال، القرآن أيضا شوه ميلاد المسيح. قصة ميلاد المسيح يعني غريبة جدا، أبيونية هيك غنوصية، أمه تنتبذ مكانا شرقيا وتلد به تحت الشجرة أمام الملأ يعني. والقرآن بيتهم اليهود أنهم اتهموها لمريم بعفتها وشرفها، طبعا هذا الكلام تاريخيا غير صحيح. فيما بعد ربما اليهود اتهموا مريم بعد قرون من المسيح، لكن في زمان المسيح لم يكن أي اتهام لمريم عن المسيح، لأنهم يعرفون أن أباه كان ابن النجار، هيك كانوا بسموه. فالقرآن اقتبس حكايات أبو كريفية عن عيسى أنه تكلم في المهد. وهنا يعني لو نسألهم لماذا يسوع عيسى يولد من عذراء، لو سألناهم عيسى مولود من عذراء، طب ليه ولد من عذراء؟ لا يوجد جواب، هي معجزة وخلص. طب نريد سببها، ما هي سببها؟ لا يوجد. النبوات في العهد القديم تقول أنه يولد من عذراء، كما قال الأخ المبارك شان، الرب نفسه يعطيكم نفسه آية، هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا. لماذا؟ لكي لا يكون حاملا لخطيئة أصلية توارثت في الجنس البشري. المسيح فقط ليس له أب لهذا السبب، لكن في الإسلام لا يوجد أي شرح لهذا السبب. لهذا السبب وكل هذه الشواهد وغيرها تخبرنا أن عيسى القرآني هو مجرد نسخة محرفة من يسوع، خدعوك فقالوا أخي المسلم. شكرا أخ جان. الحقيقة الموضوع الحلقة احنا ركزنا على هذا الموضوع، أن عيسى ليس هو المسيح، لأنه يهمنا كثيرا أحبائنا المسلمين الذين لا يقرؤون. الإشكالية حضرة القسيس أنه نحن نفترض أن الملايين مثل الأخ جان يونان أو الأخ شانت وراهم مكتبة، أو زي القسيس أمجد عندهم من الكتب والبحث، وفعلا تهمهم القضية دي، أنه يمسك كتاب ويدور ويسأل فما بالك بقى لو حد قال له لا تسألوا عن أشياء، فما بالك أنه أساسا فكرة أنه يسأل ويستفسر دي
شيء من المنكرات والمحرمات. ده مشكلة الشرق الأوسط كله، أن ثقافته ثقافة سمعية، فلهذا يسمع يحفظ يتحول مع الوقت إلى ببغاء يردد بدون فهم بدون إدراك. دي مشكلتنا، دي مشكلتنا أن احنا بنستسهل. عشان كده كثير من الذين أعملوا العقل وذهبوا يبحثون وينبشون لم يستمروا، ما يدروش يفضلوا، ما يدروش يعيشوا فيها. كان معنا واحد في اختباره، ويمكن هو بيشوفنا دلوقتي، أنا شايفه على الفيسبوك، اختباره بيكلمنا عن كيف تعمل العقل، تدرس وتتغير من خلال الكلمة، لا حد قال له يمين ولا حد قال له شمال، عرف المسيح من الكتاب المقدس. وبمقارنة ما هو في مبدأ حطه الكتاب المقدس تكلم عنه بولس الرسول، قارنين الروحيات بالروحيات، ده في الكتاب المقدس، هنا قارنين الكتب بالكتب، فتشوا الكتب، روح دور. هنا عندك مشكلة إشكالية كبيرة أنا لاحظتها في كلام الإخوة بدا يعني بيقولوها المسلمين، ولاحظتها برضو في التعليقات اللي موجودة. من هو المسيح؟ حضرتك طرحت السؤال ده وادوني دليل ان المسيح هو ابن الله او هو الله. انت تاخد مش دليل، انت تاخد أدلة، بس هل عندك استعداد لتصديق هذه الأدلة؟ هل عندك استعداد للإقرار بأنك كنت على خطأ وعندك استعداد تصوب هذا الخطأ؟ ولا هندخل في جدل بيزنطي ما يفتش حد؟ هي دي مشكلتنا لما بنتواجه مع ناس عندهم جمود عقائدي، هو ما عندوش، هو حافظ مش عايز يحفظ أكتر من كده، عشان كده داخل يجادل بمصطلحات معينة، تحاول تلفي معي يمين شمال، هو كده، هو يعني زي ما قال عنه الأشعري، مش عايز أقول التشبيه، مش عارف إيه في العقبة. لكن الفكرة تدور عندك دليل، أولا دليل النبوات، دليل النبوات لم تأتي نبوات كالتي أتت على ميلاد المسيح، ذكر بعضها الأحبة من تكوين 3 حتى ملاخي، مئات النبوات أتت على ميلاد المسيح عن كونه هو المخلص والفادي. دليل ولادة المسيح من عذراء، وده اللي احنا كنا بنتكلم فيه من شوية وتكلموا فيه الإخوة الأحباء، فهو نسل المرأة، لأنه بكل بساطة اتكلم عنه بولس الرسول في تيموثاوس الأولى 3:16، وبالإجماع عظيم هو سر التقوى. الله ما قالش المسيح، الله ظهر في الجسد، تبرر في الروح، تراءى لملائكة، كرز به بين الأمم، أومن به في العالم، رفع في المجد. هذه الآية تلخص لك ميلاده، تلخص لك حياته، تلخص لك موته، تلخص لك ما قبل ميلاده نبواته، وتلخص لك ما بعد صعوده وهو كرازة باسمه. كل ده موجود، وصفوا كده هو في رسالة تيتوس، قال له ظهرت نعمة الله المخلصة لجميع الناس، هذه النعمة هي شخص المسيح له كل الميت. كلام رائع، وأنا اسمح لي أتوقف عند حضرتك هنا لأن ذكرت جزئية مهمة قوي، وهنعود نستكمل مع حضرتك حتى الأسيس. معنا اتصال، اسمح لي أخذ هذا الاتصال. معنا الأخ ماجد من العراق، أهلا بيك. أهلا ماجد، سلام المسيح عليكم. أهلا وسهلا بيك، سلام المسيح ليك، تفضل. أعزائي يعني ماجد من العراق، أنا شبه حاضر بس تفضل. أنا تكلمت مع ملحد في يوم من الأيام حول لاهوت المسيح وناسوت المسيح، فقال لي أنه المسيح انتحر، يعني ما بدل نفسه من أجل الخليقة. سألت شلون، قال لي أنه هو كان يقدر يعني يخلص نفسه من الصليب، ولكن خلص نفسه، فهذا معناها انتحر. فأنا قلت له أنه المسيح نزل على موت هذا الشيء، بس هو رفض الفكرة. أعطاني مثال يعني اقتنعت في حقيقة، أريدكم تندوا لي إذا سمحت. فإن كان إذا إنسان جالس جعل لي مجموعة نمل يعني وقام يأكل في جلد هذا الإنسان، هذا الإنسان بقى جالس وهو يعني يعني يخلص نفسه نمل، معناها هذا الشيء انتحار. وإذا خلص نفسه فهذا هو المطلوب يعني. أردكم تريد إيضاح أو رد على هذه المقول؟ أوكي، يعني هو يعترف أنه له القدرة على أنه كان يخلص نفسه، لكن مجرد أنه هو ساب نفسه يبقى معنى كده؟ لا، هو أنت فرق ما بين الانتحاري وبين الفدائي وبين الفادي. أنت بكل بساطة الانتحاري يقتل نفسه
وينتحر ليقتل الآخرين. الفادي يقتل نفسه، بمعنى أنه يذهب طوعا للموت بنفسه لنفسه وهو يعلم أنه ذاهب ليموت لكي يفدي الآخرين. المسيح عمل الثانية ما عملش الأولى، وبالتالي موته أوجد حياة، فما تقدرش تقول أنه هو انتحر، لكن تقول عنه فدى الآخرين. وده الصورة اللي كان بيقدمها الكتاب من خلال الذبايح، وعشان كده لما وصفوا الكتاب وصفوا في أشعياء 53 أنه كشاة تساق إلى الذبح لم يفتح فاه. هناك فرق كبير جدا جدا، أن تكون فادي تذهب للموت طواعية لتخلص من تحب ومن لا يحبك أيضا في ذات الوقت، وبين أن تكون انتحاري تفجر نفسك زي ما بيعمله دلوقتي، يموت ويقتل من حوله لا يكترث بحياة الآخرين. فما تقدرش تقول المسيح انتحر حبيبي، المسيح فدى، المصطلح مختلف. على أي حال هذا السؤال، لأنه سؤال هام جدا، وإحنا بنشكر الأخ ماجد اللي عرض هذه الجزئية. تفضل تفضل تفضل. كتاب اسمه الحدث والتجديد في العهد الجديد، هنالك 170 مثال لاختلافات الحدث الإضافة بين التراجم العربية للعهد الجديد، يعني مقارنة بين 6 تراجم عربية و10 إنجليزية. أكو حذف وإضافة في بعض الآيات، فأنا يعني شنو ردكم على هذا الموضوع؟ شو يعتبر تحريف أو يعتبر مثلا تضيح أو شنو؟ طيب أنا مش فاهم، يعني ياريت في 170 حذف وإضافة، لماذا الترجمات المختلفة؟ هل هو ده سؤالك أخونا ماجد؟ لا لا، حتى مثلا أعطي مثال لو سمحتم، يعني أكو ممكن يجاوب على سؤالك، بس هنسمع سؤالك، تفضل. أوكي أوكي، أكو مثلا أضافات، أكو كتاب قرأت اسم الحذف والتجديد في العهد الجديد، هنالك حذف من الآيات وهناك كذلك إضافة للآيات. مقارنة مثلا بالنسخ المختلفة ما موجود هالكلام، مثلا عندك حذف كلمة البكر نتيجة عدم وجودها في مخطوطات أخرى، مثلا موجودة في الفان دايك، نسخة الفان دايك، لكن غير موجودة في العربية المشتركة، غير موجودة في النسخة الكاثوليكية، أو غير موجودة في كتاب الحياة، وهكذا. الحذف والإضافات ما تعتبر، يعني هل تعتبر تحريف مثلا؟ أخي جون. أوكي طيب أخ جون، أتمنى أنه حضرتك تكون سمعت سؤال الأخ ماجد، بيقول لك هناك إضافات في بعض أسفار الكتب المقدسة وهناك حذف، فصارت هناك اختلاف في الترجمات المختلفة للكتب المقدسة. أشكرك حبيبي الأخ ماجد لهذا السؤال، يعني مهم جدا ومهم أنه يطرح لك. صحيح هو خارج شوي عن موضوع الحلقة، لكن سنجيب بعجالة عليه. الكتاب المقدس خصوصا العهد الجديد يملك من المخطوطات ما يقارب 5800 مخطوطة أصلية، 5800، وكل يوم الاكتشافات تتوالى. قريبا جدا من فترة اكتشفوا مخطوط قديم لإنجيل مرقس ملفوف على قناع مومياء مصرية قديمة، واليوم إلى اليوم بقالهم سنوات يحاولون أن ينزعوا هذا القناع حتى لا يذهب التكست، يعني بطريقة ما بعلمية، واكتشفوا فعلا أن هذا التكست أو هذا المخطوط يرجع إلى سنة 80 ميلادية. فتتوالى دائما الاكتشافات الأثرية للمخطوطات الأصلية للكتاب المقدس خاصة العهد الجديد. هذه الأمور في مسألة التراجم، هناك ترجمة فان دايك، هناك ترجمة، هؤلاء يترجمون بحسب المخطوطات، بحسب ما اكتشفوا المخطوطات. النص الكامل للعهد الجديد 98.9 ثابت في جميع المخطوطات وفي جميع الترجمات، 98.9 ثابت، ليس عليه شيء. الباقي هو مجرد اختلاف في القراءة بسبب اختلاف اللغة اليونانية من عصر إلى عصر. قد تجد مخطوطة ترجع إلى القرن الأول، اللغة اليونانية كانت تكتب الكلام بذلك الشكل، بعد 3 قرون يكتشفون مخطوطة يونانية أخرى للعهد الجديد كتبت في عصر متأخر،
اللغة اليونانية تطرح عليها تغييرات، الإنجليزية اليوم تطرح عليها تغييرات كثيرة، الإنجليزية اليوم ليست كما هي كانت من 100 سنة مثلا، فما بالك أيضا باليونانية. فينتج عن ذلك ما يسمى بالقراءات، تشكيل القراءات، هاو تسمى أخطاء النساخ. بسبب هذه تخرج لك مثلا ترجمة الترجمة المشتركة، هناك ترجمات نقدية وترجمات كلاسيكية اللي هي التقليدية، كلها توصل لك لاهوت واحد، معتقد واحد. لا يوجد عقيدة مسيحية واحدة تتأثر بسبب قراءة من القراءات الصغيرة أو الهفوات في أخطاء النساخ. لا يوجد ولا عقيدة مسيحية جوهرية تتأثر في هذه. في مرقس مثلا في إصحاح واحد في بعض المخطوطات قال كما قيل بأشعيا النبي، في مخطوط آخر أو مخطوطين شو قال كما قيل بالأنبياء. هذا ليس خلاف، يعني أشعيا نبي، أشعيا نبي، ها؟ ولو قال أنبياء يعني أيضا لا يوجد أي اختلاف. هذه بسبب أخطاء نسخ، كما قال بارت أرمن، وهذا اللاديني اليوم صار لاديني، كان مسيحي صار لاديني، باعترافه هو في كتابه مسكورينج جيسس باللغة الإنجليزية بالطبعة الثانية اللي هي بيبرباك بوك، اعترف في نهاية الكتاب قال بالحرف، قال لا يوجد عقيدة مسيحية واحدة تتأثر من خلال الفيرينس، يعني الأخطاء النساخ في المخطوطات، ولا عقيدة. هذا على لسان واحد من كبار ناقدي العهد الجديد وهو بارت إرمن. الرب يباركك أخوي. شكرا لك أخ جون. الرب يبارككم. الخطوط مفتوحة الآن لأي سؤال أو أي تعليق مع الأحباء ضيوفنا، مع الأخ شانت، مع الأخ جان، ومع جناب الأسيس أمجد. نشكر رب من أجل الجميع، وأينما كنتم إذا أردت أيضا أنك تكتب تعليقك على الفيسبوك هيوصلنا، هيوصل لضيوف أو سؤال من أحبائنا المشاهدين. وموضوع الحلقة هو خدعوك فقالوا أن عيسى هو المسيح. نعود ونستكمل الحوار في هذا الموضوع مع حضراتكم ومع الأحباء ضيوف هذه الحلقة بعد هذا الفاصل القصير. نعود حالا. من جديد بنعود مع حضراتكم وهذه الحلقة من برنامجكم خدعوك فقالوا. عزيزي المشاهد، يا من خدعت وقيل لك أن عيسى هو المسيح، هذه الحلقة مخصصة أننا نتحاور مع ضيوفنا اليوم وهم القس أمجد والأخ شانت والأخ جان، حتى تعرف تماما حقيقة هذه الخدعة. عيسى هل هو المسيح أم هذه خدعة عشت فيها منذ ولادتك ومنذ أن آمنت بهذا الكلام؟ الخطوط مفتوحة الآن أينما كنتم. لو مش قادر يعني ترفع سماعة التليفون، الأرقام باستمرار موجودة أمامنا 248-416-1300. تستطيع أنه تكتب لنا رسالة تكست من خلال الفايبر بيوصل السؤال. لو أنت عندك صديق أو شيخ يقدر يتحاور مع الأخ جان أو الأخ شانت لأي سؤال، أهلا بكم وأهلا بأصدقائكم أينما كنتم. مشاهدينا بنرحب بكم، متابعينا من خلال صفحتنا على الفيسبوك، وشكرا للمشاركة في هذه الحلقة مع جميع أصدقائك على الصفحة الخاصة بك. الرب يبارككم أينما كنتم. ودعونا الآن نستكمل مع الأخ شانت في الحوار، ونعود مع جميع الأحباء الضيوف. أخ شانت، عيسى في القرآن، ربما أنا هطرح على حضرتك هذا السؤال لكن لك أيضا التعليق على الأسئلة اللي طرحها أخونا الأخ ماجد قبل الفاصل. لكن عيسى في القرآن لم يصلب، لكنه في الكتاب المقدس صلب، ونحن أمام تناقض كبير، تناقض آخر كبير. أنا تتفضل حضرتك لكن مرة أخرى إذا تريد تعقيب أو تعليق على الأخ ماجد في مقال، تفضل. طيب شكرا لك. أنا راح أحاول أدمج الرد على الأخ ماجد، ويا ريت هو بيسمعني، مع السؤال بتاعك مع بعض، ونعمل منهم يعني أعمل منهم مداخلة أتمنى المسلم توصل له الفكرة. شوف يا أخت نوال،
الكتاب المقدس بيقول عن المسيح مولود تحت الناموس لكي يفدي الذين هم تحت الناموس. هل معنى اتصال الآن؟ أعتقد أن معنى اتصال الآن. طيب إحنا بنرحب بالأخ أحمد. أهلا بيك أخونا أحمد العابر. أهلا بيك ربي باركك. تفضل. أهلا مساء الخير. كيف صحتك نوال؟ أهلا بيك مساء الخير أخي أحمد. أهلا بيك. الله يبارك فيك. بيجه لجميع الضيوف. طب المسيح قام. حقا قام. ونحن شهود على ذلك أيضا من خلال ملامستنا للروح القدوس. أمين. الحقيقة راح أختصر حتى ما أخذ من وقتكم كثير لأنه عندكم أكيد زخم من الاتصالات. خطعة عيسى هو المسيح طبعا. أنا راح أطلق إلى جزء نسب يسوع المسيح. أنا أسأل دائما نفسي سؤال، لماذا مؤلف القرآن أو كاتب القرآن يتجاهل نسب يسوع المسيح وكأنه هو مجهول النسب فيقول عيسى ابن مريم؟ لماذا هذا؟ حتى هل لكي يفتري يقول ان قالت النصارى ان عيسى هو ابن الله وبعدين يقول ما اتخذ صاحبة ولا ولد ويبدي كفر؟ فلماذا يعني لماذا هو نسب يسوع المسيح معروف لدينا جميعا؟ الو سمعينك سمعينك اخ احمد. فاسال من هو هذا عيسى؟ احنا نسب يسوع المسيح موجود في اول صفحه في انجيل متى. لماذا يقول عيسى ابن مريم؟ لماذا هذا النكران لنسب يسوع المسيح؟ لماذا هذا ينكر؟ هل هو حتى أنه يعطي فكرة مقدمة أنه حتى يقول قالت النصارى أنه عيسى هو ابن الله حتى بعدين كفر الذين قالوا أن عيسى هو ابن الله؟ يعني موجود نسب يسوع المسيح يمتد شجرته إلى أبانا شكرا جزيلا لمداخلتك أخونا أحمد العابر. أهلا بيك، سعداء دائما نسمع من حضرتك. خلينا نعود مرة أخرى إلى الأخ شانت. تفضل. أتمنى تفضل. تفضل أخ شانت. طيب المشكلة في الإسلام والفكر الإسلامي هم ما بيعرفوا بنوية المسيح. بنوية المسيح كيف إجا، هذا واحد، وأنه هو مش إنسان عادي مثله مثل آدم، هذا مهم. فالشيء الثاني لأنه مولود تحت الناموس لكي يفدي الذين هم تحت الناموس، هو الله المتجسد إجا حتى يفدي الناس. أخ ماجد سأل سؤال منطقي، المسيح يعني هل هو انتحر؟ يعني هو كان يقدر يخلص نفسه وليش ما خلص نفسه؟ أنا أقول الأخ ماجد المسيح إجا كنائب عن البشر، وبالتالي هو بيضع الإنسان أمام مسؤولية روحية إنه هل تقبلوا؟ إجا إلى خاصته اليهود وما قبلوا، رفضوا. المسيح بحسب الفكر اليهودي قد تم إدانته، إنه هو قالوا له هل أنت ابن الله؟ قال له نعم. أنت قلت لرئيس الكهنة، مزق ملابسه وقال له بعد ما يحتاج إلى شهود، قد سمعتم إنه جدف، وأخذوا ودوا على الرومان. يعني العالم الروحي بين قوسين ما قبل بالمسيح ببنويته. المسيح صلب عشان هويته بس، عشان بنويته. مع العلم اليهود فهموا رسالة المسيح في يوحنا 8 ويوحنا 10، أرادوا يرجموه فقالهم المسيح أعمال حسنة قد أريتكم من عند الله من عند أبي، لأجل أي عمل تريدون أن ترجمونني؟ قالوا له ليس لأجل عمل، بل لأنك وأنت إنسان تجعل نفسك معادلا لله. يعني اليهود فهموا أنه المسيح أنه هو مثل ما تقول الرسالة في الإنجيل، لم يحسب خلصة أن يكون معادلا لله، لكنه طاع وصار بالهيئة كإنسان. فبالتالي اليهود ما كانوا فهمانين مأمورية المسيح. المسيح يا أخ ماجد كان قادر بكلمة مثل ما يحيي الموتى يميت الأحياء، وهو رح يعمل على هذا بالمجيء الثاني في الدينونة. في الدينونة رح يقوم بهذا الشيء، رح يدين كل من لم يؤمن به. لكن المسيح إجا بالمجيء الأول رحمة ومخلص، فبالتالي ما بيحتاج يستخدم لاهوته في هذا الأمر.
هو أجا بالناسوت حتى أيضا يضع الإنسان أمام المسؤولية الإنسانية وأمام مسؤولية الضمير أنه هو رفض المسيح، وكثيرون لغاية اليوم يرفضون المسيح. اليهود رفضوا يعني العالم الروحي، والرومان العالم الموجود اللي يمثل عن كل الناس بما فيهم الملحدين والمشركين والبوذيين والهندوس والرومان وغيره، وهم أيضا أدانوا. هل المسيح راح إلى الصليب منتحرا؟ لا، هو يريد يراويك أنه أنت خيارك كإنسان ولغاية اليوم أنه أنت تتمرد على المسيح وما تقبله كرب وملك ومخلص. حضرتك أخ ماجد أمن طلعت على التليفون قلت أنا تقريبا عابر. لا، ما في تقريبا حبيبي، أنت تركت الإسلام الرب يباركك، ما في شيء اسمه تقريبا. يا أما تؤمن بالمسيح رب، وهذا ما ممكن إلا بالروح القدس لما يتعامل معك، أو أنت تبقى من الناس اللي هم بالمنطقة الرمادية، لا أنت مسلم ولا أنت مؤمن بالمسيح. أنا ما أقول مسيحي لأن المسيحية مو ديانة، المسيحية إيمان وحياة. أخت نوال، المشكلة هاي من وين جتي؟ لأن القرآن أيضا ينكر، وهذا جواب لسؤالك، ينكر فداء المسيح، ينكر أن المسيح قد تم صلبه، ينكر أن المسيح قد قدم نفسه ذبيحة مرضية أمام الله. في عبرانيين 9:11 يقول فدخل بدمه إلى قدس الأقداس السماوية فوجد فداء أبديا. قبل الكاهن بالعهد القديم كان يدخل بدماء حيوانات إلى قدس الأقداس ويرشها على تابوت العهد ويقدمها أمام الرب علشان الله يأجل الدينونة على السنة اللي وراها، وبالسنة اللي وراها يجي الكاهن يدخل ويقدم دم حيوانات أيضا ذبائح، وعلشان الله يأجل على السنة اللي وراها، والسنة اللي وراها يدخل الكاهن. عندكم وقت نقعد نقول كم سنة ورا سنة ورا سنة؟ فدائما الذبيحة كانت في العهد القديم ذبيحة وقتية، ذبيحة المسيح أبدية. دخل مرة واحدة إلى قدس الأقداس السماوية فوجد فداء أبديا، ذبيحة لمرة واحدة مرضية أمام الله، كفارية تكفي كل البشر في وقت المسيح ولغاية آخر الزمان، يعني ذبيحة مستمرة. ليش؟ لأن هو كاهن أمام الله. عبرانيين يشرح كهنوت المسيح خصوصا إصحاح 11 يبين هذه الحقيقة. يا ريت لو الأخ المسلم يقرأ، يا ريت لو نشوف السلايد رقم 4 أخت نوال، راح نشوف أنه وهي النقطة الرابعة اللي أحدثها بكم عن شخص المسيح، يعني أنه عيسى في القرآن هو الذي لم يصلب. النقطة رقم 4، شكرا. عيسى في القرآن لم يصلب. يقول وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم. خلوا السلايد عشان نمشي خطوة بخطوة. مين قولهم؟ الآيات اللي بسورة النساء من 150 إلى 156 تتكلم عن بني إسرائيل. إذن وقولهم الهم عايدة على بني إسرائيل، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله. طبعا هذه الآية بها إشكالية، يعني لو اليهود كانوا يؤمنون أن المسيح رسول الله ما كان قتلوا. هاي وحدة. اثنين، إنا قتلنا عيسى ابن مريم رسول الله. وهنا كم القرآن يقول وما قتلوه، حلو أوكي، وما صلبوه. المفروض يكون وما صلبوه قبل القتلوا، لأنه هو يصلب وبعدين يقتل يموت يعني. المهم هذا تقديم وتأخير. وما قتلوه وما صلبوه، ولكن شبه لهم. لمين شبه؟ لليهود المسلمين حتى يطلعوا من هذه المعضلة. أخت نوال قال لك إحنا هذه مشكلة، إذا الشبهة في شخص المسيح معناته اليهود ما كانوا متثبتين في شخصه، من هو، في هويته، فهذه مشكلة. فهم قلبوها، قالوا لك لا بالشكل وبالوجه، ويهوذا صار بمكانه، ولا واحد قالوا سمعان. لو تقري التفاسير الإسلامية، لا يحتاج أطول من الكتب اللي ورايا وأشوفك صفحة ورا صفحة، هم تخبطوا في من الشخص اللي البديل هذا، شو بيسموه لكم، مش الكومبارس اللي هو أخذ هيئة المسيح، ما بعرف. وهذه أدبيا الله ظالم، الله يأخذ إنسان بريء يضع عليه إثم المسيح أو مشكلة المسيح أو المشكلة اللي بسببها المسيح يصلب،
وبالتالي هنا الله يعني شوفي أخت نوال، المسلم لا يقبل بذبيحة المسيح البديلية النيابية عنا الخطاة، لكن يقبل واحد من الشارع أو واحد من تلاميذ المسيح وهم يقولون يهوذا، مرة يقولون سمعان اللي شال معه الصليب أو غيره، هم تخبطوا في أشخاص كثيرة ما أريد أقول أسماءهم، لكن يقبلون واحد من الشارع يموت بديلا ونيابيا عن المسيح. عجيبة، أنت ما تقبل بالبار أن يموت لأجلك أنت الخاطي، لكن تقبل بواحد خاطي يموت لأجل البار؟ يعني أي شيطنة هذه، وأي يعني أي فكرة شيطانية تقلب الأمر 180 درجة. فيقول لك ولكن شبه لهم. أريد أشرح هذه النقطة أخذتها ولا تسمحي لي. في إنجيل متى بيلاطس البنطي يقول لليهود وماذا أفعل بملككم؟ قالوا له اصلبه، دمه علينا وعلى أولادنا من بعدنا. يعني مين اللي شال ذنب المسيح أمام القضاء الروماني؟ مين اللي أخذ بذنب المسيح؟ اليهود الحاليين واللي راح يجون وراهم، هم قالوا بلسانهم اصلبه دمه علينا وعلى أولادنا من بعدنا. فالقرآن عماله بيوضح هذه الفكرة. القرآن على فكرة في هذه الآية هو مش ضد صلب المسيح، القرآن بيتفق مع رواية الإنجيل خصوصا إنجيل متى، بيقول إنه لمن وقولهم اليهود إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم، ليش؟ لأنه شبهة موته، بيقول وما صلبوه وما قتلوا صحيح، لأن الرومان اللي يصلبون ويقتلون، اليهود يرجمون وما صلبوه وما قتلوا، ولكن شبه لهم. وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، يعني حتى اليهود على فكرة. مرة المسيح سأل التلاميذ قال لهم ماذا يقول الناس عني؟ قالوا له ناس قالوا أنت إيليا، ناس قالوا له واحد من الأنبياء قد قام، واحد قال لهم أنتوا شو تقولون عني؟ رد بطرس والكلام بالروح القدس مش من عنده، قال له أنت هو المسيح ابن الله الحي، وقال له طوبى لك يا سمعان ابن يونا لأن لحما ودما لم يعلن لك. يعني هذه الفكرة مو من عقلك بل من الروح، الروح القدس قال عن هذا الكلام. فبالتالي اليهود نفسهم من سؤال المسيح ومن جواب بطرس كان يبين أنهم كانوا متخبطين في شخص المسيح. لو هم اليهود عرفوا أنه هذا المسيا ما كان عملوا اللي عملوا، كان راحوا باسوا مداسوا، كان راحوا باسوا جزمته، باسوا النعال اللي يلبسوا وحطوا على راسهم لأنه هذا مخلصهم. لكن اليهود ما كانوا يعرفون هو من، لأنه حتى من جواب بطرس نعرف أنهم متخبطين في شخص المسيح. فبالتالي الآية هذه وكأن مش وكأنما، ليش أنا بقول وكأنما شو مالي، لا، هي الآية بتبرئ اليهود من دم المسيح، هي لا تنكر مسؤوليتهم لأنه وشبه لهم. وبعدين على فكرة كلمة الشبه لهم، شبه لهم أي شبهة قتل المسيح صارت على ذمة اليهود. لم يتكلم القرآن في هذه الآية عن الشبه الشكلي، لأنه لو راد المعنى الشبه الشكلي كان قال شبه له بأحد حواري، شبه له بيهوذا، شبه له بسمعان. فهم علي أخت نوال؟ يا ريت الأخ المسلم يستوعب هذه الفكرة. فبالتالي أنا لا أجد إلا آية واحدة في القرآن تتكلم عن صلب المسيح، وأنا أقول لك ليش ما تتكلم أكثر من آية، تعرفين ليش؟ لأنه في زمن القرآن كان يعتبر صليب المسيح فنتيجة حتمية ما يراد لها جدال. لو نرجع بس إذا تسمحي لي للسلايد حتى أخلص مداخلتي، رسالة الإنجيل أخت نوال هي الصليب والفداء. الصليب موجود بالإنجيل، موجود بالتلمود صفحة 43، اعترف به الرومان، وثائق وجدوها في صلب المسيح موجودة تتكلم عن صلب المسيح، مخطوطات الحكم على يسوع موجودة، وثيقة صلبه موجودة، يعترف بصلب اليهود في تلمودهم قلت صفحة 43، مؤرخيهم مثل يوسفوس، وأيضا إدارة الإسناد اللي وراء أيضا كذلك اعترف بصليب السامريين على لسان مؤرخهم ثالوث. أكثر قصة بالعالم إلها دليل ووثائق ما زالت موجودة إلى غاية يومنا هذا، نقدر نحطها بعين اللي يقول لا
هي وثيقة صلب المسيح. لن تجدي قضية في التاريخ إلها وثائق موثقة وموجودة وقديمة ومخطوطات بقدر وثيقة صلب المسيح نهائيا. أي شيء، أي معضلة تاريخية، وثيقة صلب المسيح، وثائق والأمور اللي تدل على صلب المسيح. أعطيك مثال هيك إجى على بالي، جستن واحد فلكي، لا إله بالناقة ولا إله بالجمل، الرجل ما هو مسيحي، قال الظلمة التي حدثت في وقت المسيح هي ليست كسوف، لأن الكسوف الشمس معروف مجرد ثواني، أما الظلمة اللي صارت وقت المسيح كانت 3 ساعات. رجل ما له علاقة بالدين نهائيا. على مدى الحماس الذي في قلبك أخي شانت، وإحنا الحقيقة أفردنا في الأسابيع الماضية العديد والعديد، ومع هذا حضرة الأسيس أمجد، ومع هذا يعني شوف لسه حضرتك يعني كنت بتتكلم في جزئية وجالنا هذا التعليق من خلال الفيسبوك، أخونا العزيز علينا الأخ المسلم اللي كتب بيقول نحن نؤمن أن عيسى هو المسيح، الإشكالية أننا لا نؤمن أنه ابن الله بل أنه نبي. لا نريد أن نخرج يعني عن سياق هذا الموضوع، لكن إحنا بنرحب بكل أحبائنا المتصلين، خطوطنا مفتوحة، وبنقول خدعوك فقالوا يا من تؤمن أن عيسى هو المسيح، خدعوك فقالوا أن عيسى هو المسيح، ونقول لماذا أنت مخدوع في هذه الحلقة، لماذا هي خدعة، عيسى ليس هو المسيح. خطوطنا مفتوحة أحبائنا المسلمين، نعتز بيكم، ارفع سماعة التليفون أو اكتب مثل ما كتب هذا الأخ هذا التعليق حضرة الأسيس أمجد. يعني أنا جاوبت على جزء منه قبل مدخلات الإخوة من شوية، قلت لنا عندي أدلة بتقول عن المسيح إن هو الله الظاهر في الجسد. إذا أنت مش مؤمن بهذه الأدلة تفضل المشكلة عندك وعلى المدعي إنه يأتي بالبينة، فالبينة على من ادعى. لكن أنا عندي نصوص كتابية من العهد القديم قبل المسيح بمئات السنين بتقول إن هو ابن الله. عندي أدلة في ولادته بتقول إن هو ابن الله. عندي أدليل مهم جدا وهو حياة المسيح المنزهة عن الخطأ بتقول إن هو ابن الله الوحيد الذي وقف أمام كل العالم وطلب من واحد فيهم أن يبكتوا على خطية ولم يجدوا له خطية، كان هو المسيح له كل المجد. كل الأنبياء في الموازين إلى فوق وحدث ولا حرك، لكن عندما تأتي إلى المسيح فأنت تتكلم عن شخصية ليست معصومة من الخطأ، لأن معنى أنه معصوم أنه كان قابل للخطأ وعصم من الخطأ، لكنه منزه عن الخطأ فوق الخطأ. تتكلم عن شخصية دليل أعمالها بتقول عنه أنه ابن الله، الأعمال التي أنت تعملها لا يعملها سوى الله، قالوا له كده اليهود، لأن بكل بساطة ما حدش يقدر يعمل أعمالك إن لم يكن الله معه. أنت قل لنا هذه الأعمال اللي بتعملها على أساس أنك أنت الله، لأنك أنت الله. قل لنا شهادة أحسن من كده أي تاني، أقول لك شهادة أقواله، أقواله أثبتت أنه ابن الله، شهادة من حوله أثبتت أنه ابن الله. مش معقولة كل اليهود اللي كانوا موجودين واللي شهدوا عن المسيح كابن الله كانوا غافلين أو كانوا مخدوعين. يجي بعد كده شهادة صلبه وده اللي أثبته على الصليب أن المصلوب هو ابن مين؟ ابن الله، بشهادة قائد 100 اللي شهد عنه بعد خروج دم وماء من جنبه، وهناك قصة تاريخية لا أعلم مدى مصداقيتها إن هم وبيشدوا الحربة من جنب المسيح كان هناك قطرة على سن هذه الحربة أتت على عين هذا قائد 100، وقصة تاريخية العهد على رويها، أتت على عينه كان فقدها في إحدى المعارك فأعيد لها الوجود والحياة مرة أخرى. فإذا كانت دي وهي قصة تاريخية، لكن أنا ما بتعتمدش على دي، أنا عندي معجزات ذكرت في الأناجيل لا حد لها ولا وصف، أعمال أخرى فعلها يسوع لو كتبت واحدة واحدة فلست أظن أن الكتب أن الأرض نفسها العالم يسع الكتب المكتوبة فيها. فبالتالي أنا عندي أدلة بتقول إن هو ابن الله.
قيامته من الأموات وتبرهن ابن الله بقوة وأيد ابن الله بقوة وأثبت ابن الله بقوة أنه ابن الله بالقيامة من الأموات. فعندي كل هذه الأدلة. أنت حضرتك هات لي أدلة مغايرة لهذه الأدلة تتماشى مع نفس القياس اللي موضوع وهو كلمة الله، ونقعد نتناقش ونشوف إذا كنت أنت صح ولا غلط. لكن موضوع وجود يسوع كفادي ومخلص في التاريخ ده أمر محسوم لا رجعة فيه ولا 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 تشكيك فيه. أنا هي المشكلة إن هم عندهم خلط في الأسماء وفي المفاهيم وفي المضامين كما تكلم الإخوة. أولا هناك فرق ما بين اسم يسوع وما بين صفته كالمسيح. أنتوا حطيتوا الصفة اسم والاسم صفة. المسيح يسوع صفته ممسوح، اسمه يسوع، فيسوع هو الممسوح. فبالتالي الكلمة دي لازم تاخدها بفصل ما بين المعنيين. أولا في تسميته قالوا فتدعى فستلد ابنا، وفي متى 1:21 وتدعو اسمه يسوع زي ما قال الإخوة الأفاضل، هي التسمية العربية من التسمية العبرية يشوع، ويشوع تنقسم إلى قسمين يشوع الله مخلص، فالله مخلص هو اسم المسيح. قال وفسرها متى بعد كده قال لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. فبالتالي ما عنديش مشكلة أبدا في تسمية يسوع، لكن لقبه هو المسيح. ليه؟ لأن دي صفة هي نسبت إلى المسيح له كل المجد، وهذه الصفة المسح وهي كلمة مشيح باللغة العبرية واللي عربت بكلمة المسيح كانت بدلالة على المهمة التي أرسل إليها المسيح، والدلالة على أنه هو المختار من قبل الله، المرسل من قبل الله للقيام بأمر معين. لأن في كل حالات المسح اللي وردت في كلمة الله وخاصة في العهد القديم كانوا يمسحوا لأمر معين، فكانوا يمسحوا الكهنة كما مسح هارون وبنيه، كانوا يمسحوا الملوك كما مسح شاول وداود ومن بعدهم ملوكا، كانوا يمسحوا الأنبياء وحدث هذا عندما مسح إليشع ابن شفاط من أبي المحول نبيا عوضا عنه. فعندي كانت ثلاث حالات للمسح. أولا أن تكون أنت ملك، أن تكون كاهن، أن تكون نبي. الثلاث صفات دول كان أو الثلاث مهام دول الثلاث وظائف دول كانوا موجودين في المسيح يسوع. فالمسيح يسوع هو ملك الملوك ورب الأرباب لأنه الآتي من نسل داود، وهو الكاهن الذي ليس على رتبة هارون كما تكلم كاتب العبرانيين لكن على رتبة ملك صادق اللي تكلم عنه كاتب العبرانيين، فهو رئيس كهنتنا الأعظم. لكن نمرة ثلاثة نبيا، والمعنى مش المعنى النبوي بمنطوق العهد القديم أنه من ينقل رسالة الناس، لكنه هو من تنبأ عنه موسى ومن تكلم عنه موسى أنه سيأتي وسيقيم الله لخلاص البشرية. خلي بالك موسى خلص الشعب من أرض مصر، فداهم من أرض مصر، المسيح خلصهم من عبودية الخطية ومن شر الخطية. موسى خلص بني إسرائيل كفئة محددة كانت تحت نير الاستعباد في أرض مصر، المسيح أرسل لكل العالم فهو المخلص لكل العالم. فبالتالي لما أتكلم عن المسيح أتكلم عنه المرسل لأمر ما. ما هو هذا الأمر؟ هو أن يأتي لخلاص البشر جميعا. فما تقوليش وتقول ده اسمه المسيح، لا هي صفة المسيح لكن اسمه يسوع، فما فيش حاجة اسمها المسيح عيسى ابن مريم. شكرا أسيس. ناخد الآن مداخلة، معنا اتصال الآن. القس جهاد أهلا بك. شكرا شكرا أختي نوال، تحياتي لكل الأحبة بالقناة. الآن أريد فقط أن أعلن بعض الحق الذي ما تكلموا عنه الأحبة الأفاضل المشرفين. أولا الحمل عند النساء 9 شهور، وهذا ما كان لمريم، ما حملت 9 شهور، لكن في القرآن
القرآن بسورة مريم 27 الحمل لمريم أم عيسى كان مجرد دقائق أو لحظات، فما قعدت 9 شهور حامل بحسب القرآن. ليش؟ لأنه عند اليهود يوجد هناك زنا ويوجد هناك رجم للزانية، فاليهود لا ينتظرون الزانية أن تلد لكي يرجمونها. فكيف يمكن لليهود أن ينتظروا 9 شهور لولادة مريم لكي يتكلم عيسى بالمهد لحتى يقولوا إنها ليست زانية؟ ما في بكل تاريخ اليهودية أن اليهود ينتظرون الزانية لكي تلد لكي يرجموها، فالرجم كان يتم بعد الحمل قبل الولادة. نمرة 2، الإعلان بنفس سورة مريم إنه مريم هي أخت هارون، وهارون نعلم أنه ابن عمران بالنون بالميم وليس بالنون، فكاتب القرآن عمل خطأ لغوي وخطأ تاريخي عظيم إنه في بين مريم أم يسوع ومريم أم عيسى 1500 سنة. الحقيقة جه في الآخر والصوت بيروح شوية وغير واضح. ربي يباركك، شكرا جزيلا لاتصال حضرتك. السؤال الآن أو هذه العبارة موجهة إلى الأخ جان للتعليق. أخ لينا أخ مسلم بيقول نحن المسلمون مسيحيون حقيقة فعلا لأننا نتبع عيسى وتعليمه. شوف إحنا لسه بنقول إيه وإحنا مكتوب، لأننا نتبع عيسى وتعليمه، أما أنتم فلستم مسيحيين. ويحتاج تعليق الأخ جان على هذه العبارة. تفضل أخ جان. أشكرك أختي وأشكر الأخ السائل. قبل التعليق والإجابة على سؤال الأخ السائل اللي ترك تعليق، ولكن أعلق على كلام القس المبارك. شو كان اسمه؟ أنا ما سمعت الاسم المتصل. قس جهاد. 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 الربي باركو وأطلب منه أنه يصلي لأجلنا دائما. صحيح كلام القس عندما قال عن سورة مريم آية 27 عن حملته وانتبذت به، جاء في كتاب زاد المسير لابن الجوزي حول مسألة مدة الحبل بعيسى. طبعا لازم يكون عيسى مختلف حتى بالحبل ومدة الحبل فيها عن بقية الناس الآخرين. يقول في حملها قولان إن جبريل نفخ فيها إلى آخره، يقول فحملته فانتبذت به، وهذا يدل على أنه بين الحمل والوضع وقتا يحتمل الانتباذ به. والثاني قيل إنها حملته 9 ساعات، بس حملته 9 ساعات في بطنها ووضعت من يومها، يعني حبلت بعد 9 ساعات جابت الولد، قاله الحسن. والثالث 9 أشهر قاله سعيد بن جبير. والرابع 3 ساعات، نقصوها إلى 3 ساعات حبل. وقيل حملته في ساعة وصور في ساعة ووضعته في ساعة، كل هذا خلال ساعة، قاله مقاتل بن سليمان. والخامس 8 أشهر فعاش ولم يعش مولود قط لثمانية أشهر، فكان في هذا آية. والسادس في 6 أشهر. والسابع في ساعة واحدة قاله الثعلبي. يختلفون حتى في مسألة مدة الحبل بعيسى، لأن عيسى مميز جدا عندهم، فكان يجب أن يكون حتى في مدة حبله ممكن تكون في ساعة واحدة فقط. يعلق على كلام الأخ المبارك الذي قال أن نحن المسلمون مسيحيون أكثر منكم. أولا يا عزيزي المسلم الأخ المبارك، قرأت عليك من تفسير زاد المسير وغيره من التفاسير كلمة المسيح نفسها لا تعرفون معناها. أنا تحديتكم بسؤال واضح وصريح، هو أن تأتون بحديث صحيح أو ضعيف لرسول الإسلام يشرح لكم ما معنى كلمة المسيح. يا رجل أنت كلمة المسيح لا تعرفون معناها، قلت لأنه هو فلات فوت. هذا ما عندكم، طلع من بطن أمه مدهون، كان تورست، كان سياح كثير بجول، لا تعرفون شيئا يا عزيزي. هذه الحقيقة، واجه الحقيقة يا أخي المسلم بدل هالكلام اللي ببرمجوكم عليه. إحنا مسيحيين أكثر من أنه نكون من المسيحيين، مسيحيين أكثر من المسيحيين، وأنت لا تعرف شو معنى اسم عيسى ولا تعرف شو معنى اسم المسيح. تقولون إن نحن نحترم عيسى، نحترم أم المسيح. ما رأيك يا عزيزي أن تفتح على كتاب أنوار التنزيل للبيضاوي؟ أنتم تقولون اليهود يسبونهم في التلمود. يا عزيزي ليس فقط اليهود لديهم تلمود،
حتى المسلمين عندهم تلمود كهذا التلمود البيضاوي، أقرأ لك منه ما قاله البيضاوي عن المسيح وأمه في تفسيره لسورة المائدة. تفسير سورة المائدة آية 75 يقول القرآن، يقول إن وما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبل الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، كانا يأكلان الطعام، لأن القرآن فكر إنه المسيحيين يؤلهون مريم كمان فحطها بالحسبة وقال كانوا بيأكلوا الطعام، واللي بيأكل الطعام مش إله، هيك كان مفكر القرآن، وهذا تشويه آخر لشخصية عيسى وأمه. ماذا يقول البيضاوي عن هذه الآية؟ يقول كانا يأكلان الطعام ويفتقران إليه افتقار الحيوانات، يفتقران إليه افتقار شو الحيوانات، حتى ما تقول إحنا عاملين هاي تحت خط، يفتقران إليه افتقار الحيوانات، إلى أن يقول بعدها بسطر يقول ويقتضي أن يكونا من عداد المركبات الكائنة الفاسدة. مريم وعيسى، ها؟ مريم وعيسى من المركبات الكائنة الفاسدة. بتقولوا تلمود، شو عن تلمودكم عزيزي؟ بتقول احنا مسيحيين اكثر من المسيحيين، نقوا كتبكم من شتائمكم ضد عيسى ومريم، بعدين تعال قول احنا مسيحيين يا اخي الفاضل، واجه الحقيقه اخي، الرب يباركك ونصلي من اجلك. شكرا جزيلا اخ جان لهذا الايضاح، وشكرا لاحبائنا اللي بيتصلوا او اي شخص بيكتب تعليقه اينما كان، سواء من خلال التكست على الفايبر او من خلال الفيسبوك، الخطوط مفتوحه إلى أي شخص يحب له مداخلة أو له سؤال، يعني بالنسبة لي محتار في بصدد هذا الموضوع وموضوع الحلقة هو خدعوك فقالوا أن عيسى هو المسيح. حضرة القسيس أمجد، خلينا يعني نستكمل مع حضرتك أمور كثيرة نحتاج أننا يعني نضع عليها إيضاح في الوقت المتبقي من هذه الحلقة. تفضل. يعني حضرتك ذكرت انه في معرض حديثك الاولاني قلت ان هناك الاسم هناك الصفه، ماذا يهمك بصدد يعني هاتين الاثنين الاسم الصفه، ايه هو الشيء اللي بتعتبره او بتهتم بيه؟ القضيه وما فيها، إن اذا انت مش عارف شخصيه شخص انت تتكلم عنه، مش عارف وظيفته، مش عارف المهمة اللي أتى إليها، إزاي ممكن تعرف الشخصية دي حق المعرفة؟ اللبس اللي عند أحبائنا مسلمين وغير مسلمين وبعض العلمانيين الليبراليين والملحدين وغيرهم وغيرهم وغيرهم، الفهم السيء والخاطئ لشخصية المسيح، لو وصلوا إلى فهم سليم وصحيح لشخصية المسيح ما واجهوا هذه المشكلات جميعها. لكن الكارثة الكبيرة إن الناس بتتعامل مع المسيح بحسب المفهوم اللي بيوصل لهم، فبالتالي بدون بحث وبدون تدقيق، بالتالي لازم تتقدم لهم صورة المسيح الحقيقية، تسمية المسيح ما هي، وظيفة المسيح ما هي، لقب المسيح ما هو، لماذا أتى المسيح، كيف عاش المسيح، المهمة الرئيسية للمسيح، كل ما يتعلق بما يخص رب المجد يسوع له كل المجد. لما تديله الصورة الصحيحة عن شخصية الرب يسوع له كل المجد، ستجد تلقائيا أن المفاهيم الخاطئة قد عدلت من نفسها. وده اللي اختبروا كتير من الأحبة اللي كانوا عندهم الصورة النمطية ليسوع المسيح بحسب الفكر القرآني أو بحسب الفكر الإسلامي أو حتى بحسب تفكيرهم قبل معرفة المسيح. وأنا واجهت من هؤلاء كثيرين، وواجهت في بعض المرات بعض المسيحيين من يجهل شخصية المسيح الحقيقية ويعتبر المسيح بسبب وجودهم وعيشتهم في الشرق الأوسط وفي بعض المجتمعات المغلقة عديمة الثقافة، وصل بهم الأمر أنهم يتبنوا الفكر القرآني عن المسيح. وده أثبت شيء، بيثبت أن دائما الإنسان عدو ما يجهل. عشان كده بنلاقي الهجوم حول المسيح، على المسيح، الهجوم على المسيحية، الهجوم على الكتاب المقدس، الهجوم على فكر الكتاب فيما يخص المسيح. وكل يمكن المسجات اللي بتتكتب وممكن الاتصالات اللي بيتصلوا بيها والتعليقات اللي بنواجهها نابعة من عدم استيعاب صورة المسيح الحقيقية كما
وردت في الكتاب المقدس وتكلم عنها الكتاب المقدس الصورة الصحيحة الرسمية. عشان كده واجهت المسيحية على مر العصور اختلافات كثيرة من اتجاهات كثيرة طعنت في شخص المسيح. والغريب يا أحبة أن قبل ظهور الإسلام كان دايما الخلاف ليس على لاهوت المسيح، لكن كان دايما الحرب موجهة إلى ناسوت المسيح. غالبية البدع التي خرجت في القرون ما بعد القرن الثاني للقرن الرابع أو الخامس كلها كانت مشكلتهم مع الجسد، لأن دائما الفلسفة ووجهة النظر الغنوسية اللي بتتكلم عن أن الجسد شر وأن المادة شر كانوا يعني يستنكفوا أن يأتي المسيح في جسد مادي، فبالنسبة لهم المادة شر، فكيف يظهر الله فيما نعتبره شر وكيف يأتي الله في جسد بشري مادي؟ فكانت دايما المشكلة معهم أنهم لا يؤمنون بالمسيح آتيا في الجسد. وده حتى واجهوا في القرن الأول الميلادي يوحنا الرسول في رسالته الثانية وإصحاح 1:7 يقول أنه قد دخل في العالم مضلون كثيرون لا يعترفون بيسوع المسيح آتيا في الجسد، هذا هو المضل والضد للمسيح، من لا يعترف بأن المسيح آتيا في الجسد. فكانت المشكلة مش في مشكلة الألوهية، ليه؟ لأن الفكر اليوناني كان يؤمن أنه يوجد أنبياء آلهة أخذوا شكل بشر، دي الثقافة اليونانية. لكن الثقافة اليونانية وجهة النظر اليونانية أن إزاي هذا الجسد الشر يحمل الله في داخله. فدي كانت مشكلتهم، دي كانت مشكلتهم. وكانت المشكلة الكبرى اللي بيواجهها حتى المسيح في وقت محاكمته هي منطوقه عن كونه ابن الله. وبالتالي كان عند الناس اللي بيحكموه مشكلة عند حنان وعند قيافة لما سألوه رؤساء الكهنة، أما هو يقول فكان ساكتا ولم يجيب في شيء. سألوا رئيس الكهنة أيضا وقال أأنت المسيح ابن المبارك؟ ده من وجهة النظر اليهودي، من وجهة النظر اليهودية كفر أن تدعي أنك ابن الله، هذا تطاول على الذات الإلهية. من وجهة النظر اليونانية تطاول على الذات الإلهية أن يكون لك جسد مادي وأن تتحمل ألام كالبشر. فبالتالي وجهة النظر اليهودية كانت بتقول إيه؟ فبتقول له أأنت ابن المبارك؟ احنا عايزين نعرف ازاي انت ابن الله. فقال أنا هو، وسوف تبصرون ابن الإنسان، ما قالش ابن مريم، قال ابن الإنسان. وده التعبيرين اللي استخدمهم الكتاب عنه، نسل المرأة وابن الإنسان، ما قالش ابن آدم لأنه ليس ابن لآدم، لأن وجوده كابن لآدم يجعل المسيح حامل للخطية الأصلية. فبالتالي المسيح ليس ابن مريم، وليس مع أنه أتى من مريم حسب الجسد، لكن يلقب نفسه بابن الإنسان ليشير إلى عموم الإنسان وإلى عموم الإنسانية كممثل عن كل الإنسان. حتى حزقيال كان لقبه، وهو نبي من أنبياء العهد القديم، كان لقبه اللي بيناديه به الرب يا ابن آدم، يا ابن آدم. وأكثر من مرة تنبأ يا ابن آدم على ماذا أنت رائن يا ابن آدم. هو الله بيكلمه بالمنادى لحزقيال بلفظة ابن آدم. لكن هنا المسيح ما قالش أنا ابن آدم لأنه ليس من آدم، ليس من آدم، هو مولود من الله. ومشكلة دايماً المولودية دي، كلمة مولود من الله، هي المشكلة اللي عاملة التوتر وعاملة الأزمة الكبيرة. ويمكن حضرتك صعبة للاستيعاب، يعني حضرتك بتقول صعبة جدا، صعبة للاستيعاب العقل. حتى كانت صعبة في أيام يوحنا، حتى كانت في أيام يوحنا كانت صعبة، وحتى في أيام المسيح كانت صعبة. وفيما بعد كيف يولد من الله، كيف يولد الإنسان من الله، ما قدرش يستوعبها على الولادة الروحية اللي هي شكل مبسط. نقديموس وكان عالم من علماء اليهود، فحتة دايما مولودية المسيح من الله أو المولودية وهو ما أتى، أن المسيح تنفي، ليه بنقول مولودية؟ لأنها تنفي الخلق عن المسيح، المسيح ليس مخلوق، المسيح
مولود، عشان كده يقول مولودا من امرأة، مش مخلوقا تحت الناموس، لكن مولودا من امرأة، مولودا تحت الناموس ليفتدي الذين هم تحت الناموس. حضرتك أشرت لنفس الجزئية اللي احنا أو نفس السؤال الثاني اللي وجهناه لأخونا الحبيب الأخ شانتو اللي جاوب عليه باستفاضة، لكن الحقيقة عبارة وصلت الحقيقة كتبها أحد إخواتنا الأحباء المسلمين اللي بيكتبوا لنا، ونشكرهم كل لأجل اهتمامهم وقضاء وقت إن هم يكتبوا هذه العبارات، وإحنا هنخلي الأخ شانت والأخ الأخ جون والأخ شانت يعلقوا عليها. الأخ المحبوب أخونا المسلم بيقول إن عيسى هو التعريب للأصل اليوناني إيسوس، لذلك اسم عيسى هو صحيح، وإنتوا يا مسيحيين بتستخدموا اسم يسوع وهو ليس بصحيح اعتماداً للأصل اليوناني. فما رأيك أخ جان على هذه العبارة وهذا التعليق؟ تفضل أخ جان. أشكرك أختي، الرب يباركك. لو كان القرآن يستخدم الاسم اليوناني إيسوس، المفروض يقول عيسوس، يكتبها عيسوس، مثل ما عمل بيونس. عارفة اسم يونس اللي هو النبي يونان؟ نطقه اليوناني هو يونس نفسه، أخذه القرآن وجعله في كتاب، وأخذ محمد وجعله في القرآن مثل ما هو يونس. فلماذا لم يفعل بالمثل مع اسم عيسى؟ هو إيسوس، يجعله عيسوس مثلا، جعله عيسى، حرفه، غيره، تلاعب به، حتى عيسى وكأنه مقلوب يسوع بالحروف. أنا قرأت من كتاب المقريزي، الخطط المقريزية، هذا شيخ المؤرخين قال بأن اسمه بالعبرانية يشوع، هذا هو الاسم الأصلي. فالمسيح كان يتكلم اللغة التي يتكلمها الشعب الإسرائيلي، وبالتالي اسم المسيح مفروض يكون اسم إسرائيلي يهودي، ليس عيسى، يشوع، هذا هو اسمه الأصلي. جاء القرآن باللغة العربية وغيره تماما، صار عيسى مختلف، اطلق تمام الاختلاف. فهم لا يعرفون إلى اليوم ما معنى كلمة عيسى، المعنى الحقيقي. راجع لسان العرب ستجد عشرات عشرات المعاني، منها حتى معاني سيئة، معاني لا أريد أن أقولها على الشاشة عن معنى كلمة العيس أو من يعيس، هاي خل أنت راجعها تحت اسم كلمة عيسى في لسان العرب. المسيح ستة أقوال يا رجل، ما بتعرفوا شو معنات المسيح. فأنتم أصلحوا ذاتكم، أصلحوا معلوماتكم، راجعوا موروثاتكم عزيزي. أنتم لديكم شخصية غير تاريخية في القرآن، شخصية مجهولة الملامح تماما، لا نسب، لا أين ولد، لا متى ولد، لا من هو في عهد من ولد، كل هذا، من هم تلاميذه، من حواريه، ما هي تعاليمه، أين الموعظة على الجبل في القرآن، أين مواعظ المسيح؟ لو جمعت كل ما قيل عن المسيح في القرآن لن يتجاوز الصفحة والنصف. هل هذه كل المسيحية في القرآن، مجموعة أسطر فقط؟ هل هذا هو المسيح اللي الرب اللي قبل ما يجي هالمسيح ويبعثه عامله الليلة، جعله يولد من عذراء، وجعله هو روح منه، وهو كلمة الله، لم يخلق من تراب كما قال الأخشان في مداخلة سابقة. مسألة التراب، عيسى لم يخلق من تراب ولم يخلق من ماء مهين، لأن طريقة الخلق في القرآن طريقتين، إما تخلق من تراب كآدم أو تخلق من ماء مهين كباقي البشر. المسيح وحده لم يخلق لا من تراب ولا خلق من ماء مهين كما قال ابن كثير، أي حقير إطلاقا. هذا هو عيسى. كل هالهليلة أو كل هذا الهيلمان اللي أحيط بشخصية عيسى كأعظم نبي، لأنه كلمة الله كما قلنا وهو روح منه ولم يمت، كل هذا آخر شيء رسالته شو كانت؟ مجموعة من الأسطر، مجرد argument. عيسى في القرآن هو argument إسلامية، جاء لكي ينفي عن نفسه الألوهية، ينفي عن نفسه البنوية، كل هذه الأمور، ليس مسيحا تاريخيا عزيزي. راجع الموروثات، ونحن نصلي من أجلك، الرب يباركك. شكرا جزيلا أخ جان. ننتقل للأخ شانت في هذا السؤال. عيسى في القرآن مثله مثل بقية رسل الله أم هو مميز؟ فإذا كان له تمييز في القرآن عن باقي الرسل، ممكن تقول لنا ما هو التمييز أخ شانت؟ لكن ما هو الشيء الذي يتفرد به؟ ربما القس أمجد ذكر الكثير والكثير، وأنت ربما لديك أيضا المزيد من التوضيح والإضافة بالنسبة لتفرد المسيح في الكتاب المقدس في الإنجيل. تفضل.
يزيد فضلك. طيب هي المداخلة راح نجاوب على الأخ اللي سأل، وبنفس الوقت راح نتكلم على أنه المسيح يعني رسول مثل ما أجى في القرآن في سورة المائدة 75 يعني يقول إلا المسيح ما رسول إلا قد خلت به رسل، يعني واحد هو زي وزي البقية. شوف يا أخت نوال، المشكلة من سؤال الأخ اللي المسلم اللي قال عيسى هو من الأصل اليوناني هيسوس أو هيسوس، أو حتى بالأرمني يقولون هيسوس على فكرة، يعني هو عيسوس أو عيسى. وعلى فكرة كلمة عيسى لإساءة إذا نروح على المعاجم العربية مثل ما تفضل الأخ جون يونان. المشكلة أخت نوال، المسلم نفكر إحنا نتكلم عن اسم فقط. عزيزي إحنا نتكلم عن شخص المسيح من الألف إلى الياء بالقرآن عندك مشوه. تذكرين أخت نوال تكلمنا حلقتين في برنامج النور يبدد الظلام لما قلنا هل كرم القرآن مريم؟ عملوا لك مريم وحدة راحة للهيكل ودخلها قدس الأقداس، قدس الأقداس اللي ما يدخلها غير رئيس الكهنة في يوم واحد بالسنة يوم الكفارة، ويخاف لما يدخلها لأنه يغلط ممكن ملاك الرب يقتله. خلوا لك مريم بنت عمران هذه عاملة قدس الأقداس يعني كأنه مأجراء ماخذ به يعني غرفة مطرح يعني منافعه، وكان يدخل عليها زكريا يلاقي فاكهة الصيف بالشتاء وفاكهة الشتاء بالصيف ويلاقي عندها رزقا حسنا، بس كان باقي يقول انه معها بريموس وبتطبخ بامية. القصة يعني مضحكة، استهانوا بمريم ايضا حتى في الحبل. انطيكي مثال، تفسير القرطبي لصورة، خليني بس أجيب لك إياها حتى بالمرجع، يعني لآل عمران الآية 47 شو يقول؟ جبريل من إجا نفخ في فرج مريم، وسامحوني المسلمين يعرفون معنى كلمة فرج، كلام يعني غير لائق. المهم يقول القرطبي يقول فنفخ فيه يتكلم عن الفرج، فنفخ فيه جبريل لتهيج شهوتها، لأن المرأة لم تحبل إن لم تهيد شهوتها، فالتقى الماءان. أي قصة يعني مش عارف شو أقول، فيلم بورنو هذا ولا شو؟ جبريل ينفخ فيه والشهوة تهيج ويلتقي الماءان. يا إخوة يا مسلمين، هذا تكريمكم لمريم؟ طب أنا أسألك أخت نوال وأسأل القس أمجد وأسأل الأخ جون، وأنا عراقي وأنتم مصريين وأخ جون أعتقد سوري وثقافتنا تختلف، لو في بنت تعوف بيت أهلها وتروح مكانا قصية شو بيقولوا عليها الناس؟ شو بيقولوا عليها الناس؟ وحدة تركت بيت أهلها وهربت، هربانة هريبة مهزومة بالعراق يقولون، هذه عار على أهلها. ويجي بعدين واحد يقولها يا بنت عمران ما كان أبوك ولا كانت أمك بغية، ما كان أبوك طبال ولا كانت أمك رقاصة. يعني هذا يعني أنا يعني بحسنها على فكرة، لأن المعنى ما كان أبوك رجل سوء وما كانت أمك بغية يعني فاتحين بيت دعارة كأنما. هل هذا تكريمكم لمريم؟ هل هذا تكريمكم للمسيح؟ وبعدين هذه مريم رامبو احنا ما بنعرفها يا اخوة يا مسلمين. انا اخت نوال اسمحي لي اتكلم لانه المسلم فكرنا احنا نتكلم عن الاسم فقط، احنا ما نتكلم عن الاسم اخي، نتكلم عن الشخصية. مريم رامبو هذه اللي هسه ولدانة، كل النساء اللي بيسمعوني يعرفون المرأة لما تولد تكون ضعيفة تعبانة ما بيها حيل، يجي يقولها هزي بجذع النخلة دب، هي دب حتى تهز بجذع النخلة؟ يا رجل احنا عراقيين النخلة ما حدا يهزها، الريح ما بيهزها، العواصف ما بتهزها، نطلع عليها كده نتسلق ونصعد فوق عشان نقطع العثق تبع التمر. كيف مريم تهز جذع النخلة ويتساقط عليك رطبا رطب شهر 12؟ انا اعرف التمر عندنا بالعراق يستوي شهر 8، انا ما اعرف في بيت لحم في تمر وفي نخيل. يعني يا اخت نوال يعني شخص المسيح مشوه
مع أمه بالحبل بالولادة بطريقة نشأته، وهو انخلق من طين مثله مثل آدم، وهو يعني زيه زي البقية. لا مش زي البقية، لأن أنا قرأت في عبرانيين يقول له جعل الملائكة موطئا لقدميك، لأنه المن قال أنت ابني أنا اليوم ولدتك؟ المن قال؟ من يقول الله القدوس لمن يقول؟ مش قال للمسيح لمن راح تعمد عند يوحنا المعمدان وقال لهم هذا ابني الذي به سررت؟ مش على جبل التجلي لما المسيح أظهر بعض مجده؟ ولأنه بعض مجده ظهر إجا موسى وإجا إيليا، موسى كنائب عن الميتين وإيليا كنائب عن المخطوفين، وكلمه عن الخروج أي عن الصليب الذي الخروج العتيد الذي سيخرج به من أورشليم. نعم نعم، ربي يباركك، شكرا جزيلا أخ شانت. ربما إحنا في ختام هذه الحلقة، أخ جان، الأخ شانت ذكر قليلا من التكريم الذي ذكر في القرآن للمطوبة العذراء، لكن بصورة الحقيقة مجسمة شوية وأعطى انطباعه، فما بالنا على شخصية المسيح. ربما هذه هي رسالتك الأخيرة تكون، أو تعليقك وإجابتك على هذا السؤال، هل المسيح مكرم حقا في القرآن وفي الإسلام؟ تفضل. شكرا أختي، ربي باركك ويبارك الخدام المباركين القس أمجد بشاي والأخ شانت، وطبعا أصلي على جميع الأحباء الذين اشتركوا بالاتصالات أو الذين كتبوا التعليقات على التسك. كنا ننتظر شيوخ يتصلون، لكن للأسف دائما الشيوخ غير متواجدين. عيسى كما قلنا ختاما، يعني نوجز الحلقة، عيسى مجرد argument في القرآن، هو مجرد نسخة معدلة عن المسيح الحقيقي، المسيح التاريخي. عزيزي المسلم، المسيح الحقيقي تجده فقط في الإنجيل وليس هو في القرآن. ها هو المسيح الحقيقي فقط في الإنجيل، تاريخيا روحيا لاهوتيا ستجده فقط في الإنجيل المبارك، والنبوات عنه في العهد القديم في أسفار الأنبياء. غير هيك لن تجد المسيح خارج هذه الكتب المقدسة. سألناكم أحباء ما معنى اسم عيسى؟ لا يوجد جواب. أخذنا الاختلافات حول اسم عيسى. ما معنى اسم المسيح، لقب المسيح ما معناه؟ 6 أقوال متضاربة، أحدها أنه كان عنده فلات فود. إهانات للمسيح هنا وهو، دائما تقرأ عن قصص المسيح في كتب وتراث الإسلامي تجد دائما طعن، تجد دائما تخبيص لحقه، يعني تنزيل لمستوى دائما. سألنا عن سبب أن عيسى هذا ولد من عذراء، لماذا يولد من عذراء هذا عيسى أو المسيح؟ لماذا؟ ما السبب؟ غير أنه هي معجزة، نعلم أنها معجزة، ولكن ما السبب أنه يولد؟ لا يوجد في القرآن أي سبب. إذا جئنا إلى نهاية حياة عيسى في الإسلام، ما هو السبب الذي دعا اليهود لكي يقتلوا عيسى؟ يعني حدا من المسلمين فكر في هذا السؤال؟ طب ليه اليهود كرهوا عيسى لهالدرجة اللي أرادوا فيها أن يقتلوه؟ ما هي تهمة عيسى التي بسببها أخذوه للإعدام؟ في الإنجيل التهمة هي أنه جعل نفسه ابن الله، لذلك يجب أن يقتل بالصلب. أما عيسى القرآني فجاء لليهود لكي يأمرهم بحفظ التوراة، فالمفروض أنه يوقروه أكثر وليس يقتلوه، فلماذا أرادوا قتله بحسب الإسلام؟ شو السبب اللي قدمه القرآن واللي اتخذه اليهود ذريعة لأخذ المسيح إلى منصة وصليب الإعدام؟ هل هناك آية قرآنية أو حديث صحيح أو ضعيف عن محمد يخبر فيه عن سبب قتل عيسى؟ شو السبب اللي كرهوه اليهود لدرجة أن يقتلوه؟ في تفسير البيضاوي الذي قرأنا منه أعطى سبب، ولكن هذا سبب من اختراعهم. يقول روي أن رهطا من اليهود سبوه وأمه، سبوه لعيسى وسبوا أمه، فدعا عليهم عيسى، دعا عليهم فمسخهم الله تعالى قردة وخنازير، فاجتمعت اليهود على قتله. يعني الله مسخهم قردة وخنازير، ويقول التفسير إن عددهم كان 5000 رجل. تصوروا 5000 رجل حولهم عيسى بدعائه ولعنته، حولهم إلى خنازير. هذا عيسى في القرآن، هذا عيسى في الإسلام يا أحباء. ثم بعد ذلك تتوالى القصة ويقول إن عيسى هرب من اليهود وذهب إلى أصحابه، يقول أيكم يرضى أن يلقى عليه شبهي فيقتل ويصلب ويدخل الجنة؟
عيسى في القرآن وفي الإسلام شخصية رعديدة، شخصية جبانة تخاف، يهرب. في تفسير القرطبي لو قرأتم أنه جبريل سحبه من الكوة، هرب من الشباك بالتعبير العامي. عيسى هرب من الشباك، حتى قال لأحد تلاميذه، قال له تعالى يا فلان، فقال المسيح للحال، سأقرأ من القرطبي تفسير سورة آل عمران آية 55، قال للحوارين أيكم يخرج ويقتل ويكون معي في الجنة؟ قال رجل أنا يا نبي الله. فألقى إليه مدرعة من صوف وعمامة من صوف وناوله عكازه. المسيح لبس ملابسه وأعطى عكازه لواحد من الحواريه حتى يموت بدل منه. يا أحبائي، هل هذه شخصية؟ هل هذا شخص عاقل؟ هل هذه شخصية محترمة؟ أخذ ملابسه وأعطاه لواحد حتى يموت بدل منه وهو يهرب، فطار مع الملائكة. يقول كان في فيلم لعادل إمام يسمى مين فينا الحرامي، كان يمثل دورين عادل إمام، هو وأخوه بيشبهوا بعض بالضبط، توم واحد في السجن واحد برا، فحاولوا شو يبدلوا الأماكن في السجن، فواحد أعطى للثاني ملابسه، غيروا الملابس وواحد خرج والآخر بقى في السجن. نفس العملية هون، عيسى عم يعطي ملابسه وشخصيته لشخص آخر ليصلب بدلا منه. عيسى في الإسلام شخصية تهرب، عكس يسوع الذي في الأناجيل في الكتاب الله الحقيقي الذي خرج هو للقابضين عليه وقال أنا هو. قال من تطلبون؟ قالوا يسوع. قالوا قال أنا هو، فرجعوا إلى الوراء وسقطوا إلى الخلف. قال إن كنتم تطلبونني فدعوا هؤلاء يذهبون. هو دافع عن تلاميذه، ما قال أيكم يلقى عليه شبهي فيأخذ ويصلب بدلا منكم، بدلا عني. المسيح في الإنجيل مسيح شجاع، مسيح محترم، مسيح قدوس، مسيح حقيقي، مسيح تاريخي. أما في الإسلام هو مجرد argument، مجرد جدل، مجرد شخصية وهمية معدلة نسخة. قيل مرة عنه أنه يأكل الطعام كالحيوانات، فكروا أن أمه هي أيضا إله. كل هذه الأمور في الإسلام تجعل من عيسى شخصية غير حقيقية. نتعجب ونسأل الأحباء المسلمين، طب هذا الإله لما رفع عيسى وأخذه من الصلب أنقذه، لماذا لم ينقذ الإنجيل؟ أنتم تقولون الإنجيل محرف، إنجيل عيسى محرف. طب إذا إنجيل عيسى محرف، ليه الله ترك الإنجيل يحرف لكنه حفظ عيسى، حفظ الجسد بتاع عيسى وطيره معه، ألبسه الريش وكساه وطار مع الملائكة؟ لماذا تهاون إله الإسلام في حفظ الإنجيل اللي أرسله مع رسوله عيسى، وترك الأشرار يزيفونه ويحرفونه؟ مين أكثر أهمية لدى الملك؟ هل الساعي وحامل الرسالة إلى الشعب، أم الرسالة ذاتها اللي هي وصايا وقوانين هذا الإله؟ شخصية عيسى في الإسلام يا أحباء شخصية فاشلة على جميع الصعد، هي فاشلة. المفروض يأتيهم برسالة توحيد دينه ينتشر، في حين نرى أن عيسى في الإسلام تغيرت شخصيته وصار مصلوبا على الصليب بسبب أن الماكر خير الماكرين غير شخصية حدا وصلب، وتلاميذ المسيح وأم المسيح وكل المؤمنين بالمسيح شاهدوا المسيح مصلوبا، وانتشر دين الصليب في كل مكان، في كل مسكونة. دين بولس اللي بسموه دين بولس هو اللي انتصر، ودين عيسى المسلم فشل. طب مين السبب عن هذا الفشل؟ السبب هو إله الإسلام اللي غير في جتت رسمية، ما غير بس الاسم، غير في الجتت، غير في شخصية عيسى، جعله شخصية أخرى تصلب، وينتشر ذلك الدين في كل مكان. هل فكرتوا في هذه الأمور يا أحباء؟ راجعوا موروثاتكم، راجعوا إيمانكم يا أحباء، وتعالوا إلى عيسى، تعالوا إلى يسوع الحقيقي المخلص والديان قبل أن تقف أمامه كالديان. احذر لنفسك واهرب لحياتك، اهرب إلى الجبل، اهرب إلى المسيح المخلص. الرب يبارككم. ربي يباركك أخ جان. وانتهاء من هذه الجزئية حضرة القسيس، لمصلحة من صارت هذه النسخة المعدلة والمشوهة؟ أنت تعديت الوقت. أنا تعديت الوقت، بس يجب أننا نجاوب. طيب. نجاوب طيب. لمصلحة بمنتهى السرعة، من المستفيد من تشويه المسيح؟ من المستفيد من خلط المفاهيم عن المسيح؟ عدو المسيح الذي بينه وبين المسيح عداء منذ تكوين 3، الحية القديمة إبليس. إبليس هو الوحيد المستفيد من هذا التشويه، لأنه بمجرد أن لا تعرف حقيقة المسيح لن تخلص. معرفتك لشخصية المسيح وكينونة المسيح من هو، هي ما يقودك إلى الخلاص. فبالتالي مسيح مشوه
يساوي خلاص مشوه، يساوي طريق معوج إلى الله لا يقبل الله، لأن المسيح هو الطريق والحق والحياة، هو الطريق الصحيح وهو الطريق الوحيد. فبالتالي حضرتك بالحالة دي خسران، لأن كل اللي أنت شاغلك هو إيسوس ولا هو يشوع ولا هو يسوع، ورحت ضيف لي تسمية تانية لا نعلم من أين أتت وهي عيسى، واللي شاغلك أكتر هو مين؟ هو الله ولا ابن الله ولا هو إنسان؟ ودخلت في الصراع ده كله، وفي الآخر وصلت إلى مرحلة إنك تلفظ أن تعرف الحق. عدم معرفتك الحق للأسف الشديد يقودك إلى الهلاك. يستفاد إبليس، تضر أنت عزيز المشاهد، فبالنهاية المستفيد بالأول والآخر إبليس، إنه ياخدك ويضمك إلى حظيرته. وما نصليه الآن لك ولكل المشاهدين الكرام أن تصل إلى معرفة حقيقية لشخصية المسيح حتى تصل إلى الحياة الأبدية. عندما عرف الحياة الأبدية قال هذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. دون معرفة يسوع المسيح لن تستطيع أن تعرف الإله الحقيقي، ودون معرفة الإله الحقيقي لن تصل إلى الحياة الأبدية، هي مترابطة بعضها ببعض. أرجوك من فضلك حط كتابك اللي تعودت تقرأ على جنب، ادخل على الإنترنت لو أنت في بلد ما فيهاش كتب مقدسة، اسعى لاقتناء كتاب مقدس، واعمل معروف لمرة في حياتك، ابتدي بدل ما تجادل ابتدي اسأل نفسك واسأل ربنا واسأل الكتاب، ودور على أجوبة مش تناقض بيها الكتاب، أو تدور على أجوبة تحاول تخمت فيها صوت الله في داخلك، لكن دور على الأسئلة اللي بتتحرك جواك عن شخصية المسيح. عندها ستصل إلى نتيجة واحدة، أن يسوع هو الله الظاهر في الجسد، وستصل إلى الخلاص، لأنك بمعرفتك هذا الفاد المخلص واختباره في حياتك ستصل للحياة الأبدية. كفاك سبابا، كفاك إهانة، كفاك استهزاء، الوقت منذ الآن مقصر، إبليس يعمل بمنتهى القوة، الخاسر في النهاية هو أنت، إبليس مصيره محتوم جهنم، وأنت ستكون معه في الجحيم إذا ظللت على نوعية إيمانك ومعرفتك بالمسيح يسوع. أصلي من كل قلبي أن يفتح الله بصيرتك، يفتح الله قلبك، يفتح الله ذهنك، ويعطيك من لدنه لحظة تقف فيها أمامه سائلا إياه أن يظهر ذاته، وثق أنه سيعلن نفسه لك متى كنت مخلصا في هذه الطلبة. شكرا جزيلا حبيب القسيس، شكرا لكم أحبائنا المشاهدين، شكرا لضيوفنا الكرام عبر الإنترنت الأخ شانت والأخ جان. مشاهدينا الأحباء، وصلنا إلى نهاية الحلقة، سعدنا بلقاء حضراتكم، إلى أن نلتقي وحلقات أخرى من هذا البرنامج خدعوك فقالوا، نترككم في بلدنا.